السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنبدأ مع بعض المحاضرة رقم 16، واللي هي بتتكلم على Installing and Configuring Printers، يعني إزاي إن أنا أركب طبعة وإزاي إن أنا أظبط طبعة. المحاضرة اللي هي أو الموديول ده بينقسم إلى قسمين. القسم الأول اللي هو اللي إحنا بنسميه Understanding Printer Types and Process، والجزء الثاني اللي هو Installing and Configuring Printers. اللي هناخد النهاردة إن شاء الله اللي هو الجزء الاول اللي هو understanding، عايزين نفهم انواع الطبعات اللي موجودة عندنا او انواع البرينترات اللي موجودة عندنا وبيشتغلوا ازاي. فاذا هناخد الموديول ده على ان شاء الله على محاضرتين. المحاضرة الاولى كبيرة جدا، اللي هي هنفهم ايه هي انواع البرينتر وكل واحدة بتشتغل ازاي ومكوناتها اللي موجودة ايه هي عيوبها وايه هي مزاياها في كل نوع من الانواع. يلا بينا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت اجعل الحزن إن شئت سهلا. بداية طبعا عشان نقدر ان احنا نعرف الحاجات دي، ايه هي انواع البرينترز دي، اول حاجة المفروض ان احنا نبدأ بيها. يعني ايه كلمة برينتر؟ البرينتر طبعا هو جهاز الكتروميكانيكال. الكتروميكانيكال يعني هو جهاز ميكانيكي بيشتغل السورس بتاعه او الاساس بتاعه ان هو بيشتغل بالكهرباء اللي موجودة عندنا، وهو عبارة عن output device، يعني جهاز اخراج. طبعا بيخرج لي ايه؟ بيخرج لي المعلومات اللي موجودة عندي على الكمبيوتر، بيخرجها لي في صورة بيبر موجودة زي ما احنا شايفينها هنا هوت. اذا هو الجهاز هو electromechanical output device، اللي هو بيستعمل في ان هو بيحط الانفورميشن اللي موجودة على الكمبيوتر بيحطها على ورقة. عندنا اربع انواع اساسية للبرينترز اللي موجودة عندنا. عندنا حاجة احنا بنسميها الامباكت سبرينتر، وعندي حاجة اللي احنا بنسميها البابل جيت برينتر، وعندي حاجة بنسميها الليزر برينتر، وعندي مجموعة متنوعة من البرينترز اللي احنا بنسميها الاذر تايب اوف برينترز، ودي مش ايه يعني مش شائعة في الاستخدام. احنا عندنا ثلاث انواع من البرينترز اللي موجودة عندنا. بدورها الامباكت برينتر بتنقسم الى نوعين، يعني تحت الامباكت برينتر عندي حاجة اسمها ديزي ويل وعندي حاجة اسمها دوت ماتريكس. بالنسبة للبابل جيت اللي موجودة عندنا، عندي حاجة احنا بنسميها ثيرمال انكي جيت سيستم، وعندي حاجة اللي احنا بنسميها بايزو الكتريك انكي جيت سيستم. بالنسبة للليزر عندي حاجة احنا بنسميها الكترو فوتوغرافيك اي بي برينتر بروسيس، وعندي حاجة اسمها اللايت ايميتنج دايود او اللي احنا بنسميها ليد برينتر بروسيس. الاذر تايب عندي حاجه احنا بنسميها السوليد انك، وحاجه احنا بنسميها ثيرمال، وحاجه احنا بنسميها الداي سبليميشن برينترز اللي موجوده عندنا. المطلوب منكم حاليا واحنا بنشتغل في البرينترز، مجرد ما نخلص الامباكت برينترز هنعمل ستوب، ناخد بريك لمده 5 دقائق، بعد كده نخلص البابل جيت ناخد ستوب لخمس دقائق، بعد كده نخلص الليزر ناخد ستوب 10 دقائق، ونكمل الايه التلات انواع اللي موجوده عندنا عشان المعلومات اللي موجوده عندي ما تتدخلش مع بعضها البعض. خدوا الموضوع بحب وهتلاقي الموضوع جميل جدا وسهل جدا. يبقى احنا اول حاجه هنبدا بيها نتكلم فيها اللي هي الامباكت برينتر اللي موجوده عندنا. الامباكت معناها ان هي صدمه او ان هي بتستعمل الضغط اللي موجود عندي او الخبطه اللي موجوده عندنا. فاذا الامباكت برينتر اللي موجوده عندي بتستعمل سام فورم، يعني نوع من الضغط. الضغط على ايه؟ على حاجه اسمها انكد ريبون. الريبون اللي هو اللي احنا بنسميه شريط، انكد يعني محبر. اذا احنا هنا في البرينترز احنا بنتكلم عليها في الامباكت برينتر بتستعمل حاجه اسمها انكد ريبون. بصوا يا جماعه صورته عامله ازاي اهو، دي العلبه وهي مقفوله وطالع منها شريط. الشريط ده هو بيكون زي من ماده من الكتان اللي موجوده عندنا، والشريط ده هو بيكون عليه حبر، الحبر فيه مش سايل. اذا لما نجي اتكلم على الامباكت برينتر او على الدوت ماتريكس برينتر، لو اسمها هنعرف الاسم ده معناه ايه اللي موجود عندنا، بتستعمل حاجه اسمها ريبون. ليه؟ لان احنا ساعه لما نيجي نتكلم بعد كده على الانك جيت هنستعمل حاجه اسمها انك، لما نيجي نتكلم على الليزر هنستعمل حاجه اسمها تونر. فاذا انا هنعرف معاني الحاجات التانية دي كلها. اللي انا بتكلم عنه دلوقتي الريبون او الانك ريبون هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن شريط. الشريط ده محبر اللي موجود عندنا.
لو فتحنا العلبة دي من جوه هنلاقي ان انا عندي امتار مهولة من الشريط اللي موجود عندي زي ما احنا شايفينه. اذا الشريط ده مفروض ان هو يحصل عليه نوع من الضغط. الشريط ده مش ثابت، الشريط ده بيفضل يلف، يعني بياخد كده هوت تمام، طول ما البرينتر شغالة الشريط ده عمال يمشي كده هوت ويخش ويلف. طبعا بص هنا عندي مساحته قد ايه، طبعا دي اشكال مختلفة. تعرف يا جماعة زمان احنا كنا بنعمل ايه؟ كان زمان لما يكون عندنا طبعا دوت ماتريكس ومش لاقيين لها ريبون بتاعها كنا بنعمل ايه؟ كان في شركات متخصصة كده هوت نقول لها ايه، خد الريبون ده حبره لنا. هما كانوا بيحطوا فيه حبر، يعني بيعيدوا يخلوا نفس الطبقة بتاعت الكتان دي يحطوا لها حبر زيادة بحيث ان انا استعمل الريبون اكتر من مرة، اللي هو كأنه يعني ايه زي اللي هو اللي ماشي في اليومين دول اللي احنا بنسميها اعادة تعبئة الاحبار ومش عارف ايه تمام. هما بقى دي كان زمان كنا بنقول له ايه، خد حبره، لان دي ما فيهاش حبر سايل، ما فيهاش بودرة، ده هو شريط ملزوق عليه اللي هو الانك اللي موجود عندي ده، هو الانك دريبون او الانك اللي هو الحبر الانك دريبون اللي موجود عندي. طيب نفس الفكرة اللي بتستعملها الطبعات دي كانت بستعملها التايب رايترز او اللي هي اللي احنا بنطلق عليها اسم الالات الكاتبة اللي موجودة عندنا. هما الاثنين بيستعملوا نفس الموضوع، بيستعملوا انك دريبون اللي احنا اتكلمنا عنه دلوقتي، وعندي هنا هو امباكت هيد. امباكت هيد اللي هو الصدمي او اللي هو بيعمل صدمه، هيد اللي هو بيكتب ويقرا. بس احنا بما ان احنا الهيد بيكتب ويقرا ده في كل الاجهزه، احنا في البرنتر عندنا الهيد ايه بيكتب بس ما بيقراش. فاذا الامباكت هيد اللي موجود عندي هو هيد بيستعمل الصدمه، وهنشوفه عامل ازاي بحيث ان هو يحط الحروف على الايه الورق. طبعا الفرق كبير ما بين التايبرايتر والبرينتر. التايبرايتر انت كنت بتستعمل ايدك في تدخيل المعلومات، اما البرينتر الموجود عندك بتاخد ايه، بتاخد المعلومات دي من الكمبيوتر. يعني كان اكسبت انبوت فروم ا كمبيوتر، يعني الكمبيوتر بالنسبه لها بالنسبه للطبع هيكون انبوت يأكسبت المعلومات اللي موجوده عندنا. من الملاحظات في البرينترز برضه ديت اللي هي الامباكت برينتر الموجوده عندي، ان هي كانت لما انت بتديها اوردر 10 صفحات هي ما بتبصلهمش ان هم 10 جوب، لا دي كانت الجوب بتاعتها عباره عن ايه، سطر بسطر. يبقى الامر اللي كانت بتاخده البرينتر دي ما بتخش الصفحه باكملها لانه امر واحد، زي ما احنا بنشوف في الطباعه. مش احنا خلينا دي سابقه قوي الاول عشان دي حته سوفت وير تمام، ولكن اللي انا عايز اقوله لكم ان هنا ان البرينتر دي بتاخد سطر بسطر تمام، يعني الاوردر بتاعها سطر. اذا انت لو عامل ورقه حاطط فيها كاتب فيها 20 سطر، لما تيجي تطبع الورقه دي كانك انت اديتها 20 امر. ليه؟ لان هي بتاخد الامر بتاعها وعباره عن ايه، سطر اللي موجود عندنا. وزي ما قلنا بينقسموا الى نوعين، حاجه اسمها الدايزي ويل وحاجه اسمها الدوت ماتريكس برينتر. ايه هي الدايزي ويل اللي موجوده عندنا؟ هي اقدم تكنولوجي برينتر تكنولوجي كانت مستعمله في قديم الازل اللي موجوده عندي. السرعة بتاعتها كانت بتقاس بالكاركتر بير سكند، يعني كم حرف في الثانية اللي موجودة عندي، كم حرف في الثانية او اللي احنا بنسميها السي بي اس. طبعا الوحدة دي اتغيرت ليه؟ لان طبعا يعني من الكلام ده هو ان هي بتعمل كم حرف في الثانية. فاكرين زمان برضو كان لما يجي يقول لك ايه عايزين نشغل سكرتيرة هي بتعمل كم حرف، تكتب كم حرف في الدقيقة؟ عشان كده هتلاحظوا برضو ان هي قريبة قوي منها. اما طبعا الطبعات الحديثة بتقاس كم بيبر في بيج بير مينت اللي موجودة عندي تمام. فلذلك دي وقتها الديزي ويل الموجودة عندنا دهيت تمام كانت بتقاس بكام حرف في الثانية اللي موجودة عندي. حرف هي بصوا جماعة مش كاركترز، مش معناها حرف، كاركتر معناها رمز، لان الرمز ده ممكن يكون حرف ممكن يكون رقم ممكن يكون علامات خاصة او نقط او دشات او الحاجات دي. فهي كام رمز في الثانية، طبعا ده ايه الترجمة الاصح. ايه مميزات البرينتر اللي موجودة عندي دي؟ ان هي بتقدر تكتب مالتي بارت فورمز. انت لما بيكون مثلا عندك ساعات لما كنا ايام احنا بناخد دروس خصوصيه، فكنت بتلاقي المدرس بيعمل ايه، بيجيب ورقه كده صح ويحط وراها كربون مظبوط، ما اعرفش بقى الكربون انتوا بتسموه ايه، ورقه كده هو، ويحط وراها ورقه تانية بحيث ان هو لما يكتب هنا هيحصل ضغط على الكربون ده فيكتب اوتوماتيك على مين، على الورقه الثانيه اللي موجوده عندي. نفس الحكايه في الديزي ويل برينترز او دوت ماتريكس برينترز عموما.
وتستفيد منها ان هي تستعمل حاجه احنا بنسميها المالتي بارت فورمز اللي موجوده عندي، تمام، نماذج متعدده اللي موجوده عندنا. ليه؟ دلوقتي انت لما تروح عند اي مكان بتاع حسابات مش هو بيطلع الفاتوره بتاعتك اصل وصورتين موجودين عندنا؟ لو انا عندي برينتر ليزر يبقى معنى كده ان هو هيطبع ثلاث ورقات في ثلاث اوامر مختلفه موجوده عندنا. ولكن في هنا هو ايه اللي بيحصل؟ بيحط الورقه اللي هيكتب عليها البرينتر هتكتب عليها، بما ان هي بتستخدم الضغط هتكون الورقه دي هي وراها ورقه تانية فيها خاصيه ان هي ايه لو ضغط عليها يكتب عليها. مش عارف مفهوم ولا مش مفهوم، يعني هو المحاسب بيحط ايه ثلاث ورقات مره واحده، تمام، البرينتر تكتب على الورقه الاولى والضغط بتاعها يخليها تكتب نفس الكلام على الورقه الثانيه، الضغط بتاعها يخليها تكتب نفس الكلام على الورقه الثالثه اللي موجوده عندنا. فطبعا دي بتبقى موفره وبتبقى سريعه ان هي كل مره بتعمل ايه الاوتبوت بتاعها بيكون ثلاث ورقات اللي موجوده عندي. سعرها طبعا مقارنه بالليزر برينتر يعتبر ارخص بكتير، تمام، ان اكسبنسيف بالنسبه للمقارنه للليزر برينتر. البرينتر كواليتي بتاعتها لما اجي اقارنها بالتايب رايتر هلاقي ان هي الكواليتي بتاعتها ايه احسن، تمام، هي بيستعملوا نفس التكنولوجي، تمام، بس هي ايه نوعا ما احسن او حتى على الاقل ان هي سيميلر اللي موجوده عندنا، فلذلك الكواليتي بتاعها كان احنا بنسميه ليتر كواليتي اللي موجوده عندنا. ايه هي العيوب بتاعتها او الديس ادفانتجز بتاعتها؟ سلو، ان هي بتعمل ايه بطيئه جدا، لان زي ما احنا شفنا ان هوت ان هي 2 تو 4 بير سكند اللي موجوده عندي، اللي هو الحروف بتاعتي اللي انا بشوفها حرفين او اربع حروف بير سكند اللي موجوده عندنا. الحاجة التانية ان هي مزعجة قوي، ان هي بتعمل a lot of noise when printing. فاكرين يا جماعة في برينتر كده بتعمل زززز بتاعها مزعجة قوي وهي شغالة، صوتها بيطلع اصوات عالية. بتشتغل ازاي او فكرتها عاملة ازاي؟ هنلاحظ عندي ان هوت الامباكت برينتر عندي حاجة ان هوت اول حاجة الاسم بتاعها او اللي هي الديزي ويل. الديزي ويل دي هي الديزي اللي هي زهرة اللي احنا بنسميها زهرة الربيع. هنلاحظ ان هي ليها مجموعة من الدراعات. الدراعات دي احنا بنسميها البيتال اللي موجودة عندي. كل دراع من دول بيبقى عليه حرف او رمز او رقم او اللي احنا بنسميهم كاركتر. اذا هيكون عندي هنا حرف الاي، هيكون مثلا عندي هنا حرف البي، هيكون هنا عندي حرف السي في نهايه كل بيتل موجوده عندنا، ودول كلهم متركبين عندي على البرينتر هيد. ساعه لما نيجي نحب نطبع ايه اللي هيحصل؟ لما نيجي نحب نطبع البرينتر هيد اللي موجود عندي هتاخد الاوردر بتاعها، فايه هتقوم جايبه لي الحرف اللي هي عايزاه ان هو يكتب تحطه قدام الريبون، يبقى الحرف وبعد كده الدراع اللي فيه الحرف وبعد كده الريبون اللي موجود عندي كده ان هو يبقى جاهز. يجي بعد كده هوت عندي ان هوت يبقى اول حاجه لفت وجابت الحرف قدام الريبون اللي موجود عندنا. بعد كده يجي حاجه اللي احنا بنسميها الكتروميكانيكال هامر، يعني شاكوش كهرو ميكانيكال كهرو ميكانيكي. هيعمل ايه الالكتروميكانيكال هامر اللي موجود عندي ده؟ هيضغط على مين؟ الدراع اللي موجود عندي. فلما يضغط على الدراع اللي موجود عندنا ده هوت اوتوماتيك الضغطه بتاعته دي هيخلي الدراع يروح لمين؟ لناحيه الانك دريبون. لما اتحرك الدراع حرك الانك دريب حرك الدراع ده هو الى الانك دريبون، قام ضارب مين؟ الانك دريبون. الانك دريبون زي ما قلت لك قماش، هيقوم ضارب اوتوماتيك مين؟ الورقه اللي وراه اللي موجوده عندنا. يبقى اذا حسب التشكيله بتاعت الحرف الموجود ان هو ضرب في الحبر من ظهره، قام الحبر ده هو ايه باصم على الايه الورقه اللي موجوده عندنا. فاذا هو ده اللي هي الفكره بتاعتها، ان هي زي ما احنا شايفين ان هي عباره عن ورده، تمام، الورده اللي هي ليها الفروع بتاعتها، كل فرع بيكون ليه مكتوب عليه حرف او كاركتر، حرف كامل او كاركتر كامل موجود عندنا. مجرد ما يجي عايز يطبع امر معين او حرف معين هيروح اوتوماتيك قدام الريبون. الشاكوش اللي موجود عندي هنا او الهامر هيقوم خابط في الحرف، الحرف يقوم خابط في الريبون، يقوم الخبطه دي هي اللي جايه في الريبون خبطه اوتوماتيك
حضرتك على الورقة، فيجي الخبطة والحبر اللي موجود في الريبون يتنقل اوتوماتيك لمين؟ للورقة اللي موجودة عندي. عندي الشاكوش ده هو بيسموه اسم تاني اللي هو السيلونايد اللي موجود عندنا. ده كان الجزء الاول من الامباكت برينتر. عندي الجزء الثاني من الامباكت برينتر الحاجه اللي احنا بنسميها الدوت ماتريكس برينترز. ايه فكره الدوت ماتريكس برينترز او هي بتشتغل ازاي؟ الهيد اللي موجود عندي زي ما احنا شايفين بيتكون من مجموعه من البنز، مجموعه من السنون. السن اللي موجود عندي ان هو بيكون عليه ملفوف عليه او رابد عليه coils of wires، محطوط عليه وايرات او coils of wires اللي موجودة عندنا. البرينتر عموما اللي هي دوت ماتريكس بتبقى يا اما 9 بن يا اما 17 بن يا اما 24 بن، ومترتبين في شكل اللي هو زي ما احنا شايفينه اللي هو الشكل الايه المستطيل اللي موجود عندنا. كل ما عدد البنز دي يزيد معنى كده كل ما رؤوس الكتابة اللي موجودة عندي بتزيد، تمام؟ معنى كده ان هي ايه higher printer quality اللي موجودة عندنا. يبقى انا عندي اكتر من رأس، ومش بس higher printer quality كمان، ده كمان البرينتر بتاعتي بتكتب اسرع، تمام؟ لان هي ايه higher printer quality. كلمة dot matrix printers هتلاحظوا هنا ان انا قلت سنون، امال هو الحرف بيتكون ازاي؟ الحرف هو عبارة عن ايه؟ مجموعة هنا هوت من النقط. يبقى هنا الهيد ده كتب النقطة دي في الحتة دي سابها فاضية، وقام رايحة بعد كده عند مين؟ عند النقطة دي، وهكذا. فكون الحرف هنا هوت من خلال ايه؟ مجموعة من النقط اللي موجودة عندنا. فبالتالي لما هو كون الحروف من مجموعة من النقط، نظرا لان النقط دي قريبة جدا من بعض، العينك المجردة ما تحسش ان هي نقط، تحس ان هم كلهم ايه اي حاجة واحدة بس، او رقم اي حرف واحد بس موجود عندك، يعني ما بتحسش ان هم كلهم عبارة عن ايه نقط منفصلة، هم حقيقة وفكرتها هي عبارة عن نقط منفصلة اللي موجودة عندي. نفس الفكرة بالظبط بتاعت اللي هي الديزي ويل اللي موجودة عندنا، او اللي هي الامباكت برينتر. هنلاحظ ان الهيد ده هو هيوصل له كهرباء. لما يوصل له كهرباء للبن ده، تمام، هيخلي البن ده يضغط لقدام، يضغط لقدام على مين؟ على الريبون، فياخد الريبون ويقوم عامل بيه الضغطه بتاعته دهيت على مين؟ على الورقه اللي موجوده عندي. طيب ايه هي المزايا والعيوب بتاعه النوع ده من البرينترز اللي موجوده عندي؟ نفس الميزه اللي كانت موجوده عندي في الديزي ويل اللي موجوده برينترز، ان هي تقدر تعمل مالتي بارت فورمز اللي موجوده هنا اهو. تاني حاجة موجودة عندي ان هي كانت كوايتر اللي موجودة عندي. كوايتر ليه ان هو ان هي اهدى كصوت، لان هم حطوا لها بلاستيك كفر كده عليها عشان يقلل الصوت، ومع البلاستيك كفر ده برضو صوتها مزعج، تمام؟ بس والله كان برينتر زي الفل. انا استعملت البرينتر دي في طباعة كتب، كنت عشان اطبع مثلا كتاب وكده هوت كنت اسيبها شغالة بالخمس ست ايام، تمام؟ كنت احطها واوصلها بالكمبيوتر بتاعي وابدا اطبع واسيبها بقى. والورق بتاعها طبعا انتوا جماعه بتشوفوا الورق دايما بتاع البرينتر دي، هي ما بتاخد ورق عادي، ولكن الورق اللي هو المخصص بتاعها اللي هو بتلاحظوا فيه ان هو بيبقى بالشكل ده تقريبا كده، بيبقى كله دوائر من هنا بالمنظر ده، معرفش شفتوه، اكيد شفتوه يعني، بيبقى الورقه كده وفي هنا دوائر دوائر دوائر، لان الدوائر ده بيخش على بكر بيسهل لها قوي عمليه السحب اللي موجوده عندها. بعد ما كان يخلص الكتاب اقوم اقعد اقطع بقى الورق من هنا ومن هنا، لان هو كان بيبقى ورق متصل، اقعد اقطع ال نفصل كل ورقه عن الثانيه اللي موجوده عندنا، ونستعمل اللي هي الفتحات دي في تغليف الكتاب. كان في طبعا كتب اجنبيه ما كنتش اعرف ممكن اجيبها منين، فكنت ساعتها بقدر ايه ان انا اعمل لها برنت، ولما الكتاب يخلص ببقى فرحان قوي. طبعا البيت كلهم بيكونوا صدعوا، اربع خمس ايام البرنتر شغال قطر دي وعماله تعمل اصوات. هنلاحظ تاني حاجه تانيه اللي موجوده عندنا ان هي سرعتها اسرع من الديزي ويل برينتر اللي موجوده عندي، وهنلاحظ برضو ان هي لا زالت تقاس ب اللي هي عدد الحروف. هنلاحظ ان هي من 36 ل 72 كاركتر بير سكند اللي موجوده عندنا. من اشهر البرينترز وقتها طبعا اللي هي كانت مكسره الدنيا هي كانت الابسون اللي موجوده عندي.
ودي سرعتها كانت بتقرب من page per second، يعني ورقة كاملة في الدقيقة في الثانية. لا يعني حتى البرينترز الحالية ما وصلتش البيج بير سكند، يعني طبعا يعني 60 ورقة في الدقيقة كتير قوي يعني. ان شاء الله تكون المعلومة دي صحيحة. الديس ادفانتج اللي موجودة عندنا او العيوب اللي موجودة عندي، وانا بتكلم هنا على العيوب اللي موجودة بتاعت التسع بين برينترز اللي موجودة، تمام، التسع بين، ان هي الايمج كواليتي بتاعتها كانت بور، ضعيفة بالنسبة للي هي الديزي ويل. الديزي ويل يا جماعه الحرف بيطلع كامل، يعني لما بيكتب بيكتب اس كامله، تمام. اما في التسع بين او في الدوت ماتريكس عموما، لما بيكتب الاس مثلا دي عباره عن مجموعه من النقط اللي موجوده عندي، فطبيعي ان هي دي تكون ايه احسن، تمام، اللي هي الديزي ويل الموجوده عندي. لما بتكتب الحرف كامل مفيش فراغات ما بين الحروف وبعضها البعض. الكلام ده هو طبعا يعني الديزي ويل كانت احسن من دوت ماتريكس برينتر. من انهي دوت ماتريكس برينتر؟ اللي هي التسعه اللي موجوده عندي. فدي حتى ساعتها البرينتر دي كانوا بيسموها الدرافت كواليتي اللي موجوده عندنا. ولكن لما نزلوا ال 17 بن وال 24 بن اللي موجوده عندنا وسموها نير ليتر كواليتي اللي موجوده عندنا، طبعا دي كانت احسن من الديزي ويل اللي موجوده هنا. بكده يبقى احنا خلصنا الجزء الاولاني اللي هو بتاع الدوت ماتريكس. خدهم كده بسرعه مع بعض كده اهوت، تمام. الامباكت برينترز قسمناها الى نوعين اللي هم ديزي ويل والدوت ماتريكس. الديزي ويل والدوت ماتريكس هما الاثنين بيستعملوا الريبون انك اللي موجود عندنا. الديزي ويل بتكون عباره عن بكره او دويره بالمنظر ده هوت، على كل دويره عليها رمز او حرف او رقم او احنا بنسميهم كاركترز اللي موجوده. عندك شاكوش او هامر بيضرب الحرف ده، الحرف ده يقوم ضارب فيه الريبون، يقوم ضارب فيه الورقه. بعد كده الدوت ماتريكس الموجوده عندنا بتشتغل نفس الفكره بالظبط، بس اسلوب الضغط ما بيكونش حروف، بيكون عندي مجموعه من البنز بتتراوح من 9 ل 24 بن. البن ده هو بيضغط بيمثل نقطة، تجميع النقط دي مع بعض بيشكل السطر اللي موجود، بيشكل الحرف اللي موجود عندنا. كل بن من دول بيكون عليه كويل، مجرد ما يوصل له الكويل ده يوصل له كهرباء اوتوماتيك، بيعمل ايه؟ يخلي البن ده يطلع لقدام ويضرب الريبون في الريبون، يضرب في الورقة ويتكتب على الورقة اللي موجودة هنا. خدوا بريك يلا، تمام، عشان هنخش على موضوع اكبر شويه من دوت ماتريكس برينتر، حاجه اللي احنا بنطلق عليها اسم البابل جيت برينترز. بعد ما خدنا بريك نبدا بقى مع بعض في البابل جيت برينترز. البابل جيت برينترز زي ما احنا قلنا هي اتقسمت الى حاجتين. حاجه كان عندنا هي البابل جيت برينتر، هي تطور عن الانك جيت برينتر. انك جيت جايه من نفس الحبر، اذا الحبر هنا هيكون سائل مش هيكون بودره ولا هيكون ريبل، يبقى هنا بيستعمل الانك اللي هو الانك السائل اللي موجوده عندنا. فهناخد نبذه صغيره عن انك جيت برينترز، تمام، رغم ان هي تكنولوجي ان هي انقرضت خلاص وحلت محلها البابل جيت برينترز. الانك جيت برينترز طبعا هي كانت بتوفر لي الهايست ليفل اوف برينتر كواليتي، يعني كانت احسن كواليتي موجود عندي وقتها، تمام، اللي هي الهايست ليفل اوف برينتر كواليتي، احسن من الدوت ماتريكس اللي موجوده. كانت كمان ولا زالت نسبيا شيب، رخيصه، تمام، لو انا قارنتها بالليزر برينتر. ولكن يا جماعه هنا هو الجزء اللي احنا بنتكلم فيه، ان هو الرخص هنا ليه مبدئين موجودين عندنا. يعني انا لما اشتري البرينتر الليزر هشتريها مثلا مش عارف اقول بقى وحدات سعر، هشتري مثلا البرينتر اللي هي الكالر هشتريها مثلا ب $300، تمام، الاقي الليزر بتاعتها مثلا بتعمل حوالي $1200 او يعني في الرينج ده هو انا حولتهم. المفروض احنا ال انك جيت برينتر احنا بنشتريها تقريبا بحوالي 150 ريال 200 ريال، في اغلى منها ولكن بتبدا من السعر ده. الليزر بتبدا من 1200 ريال، فاذا هي هنا رخيصه. بس عندنا حاجه احنا بنسميها اللي هي الرننج كوست، او اللي احنا بنسميها تكلفه التشغيل. الانك جيت برينتر اللي موجوده عندي او البابل جيت برينتر بشتري الحبر بتاعها بحوالي 100 ريال بس، يكفيني يا دوبك 100 120 صفحه، في حين الليزر بشتري الحبر بتاعها ب
حوالي 250 ريال تمام، ولكن بيكفيني 20,000 صفحة اللي موجودة عندنا. لكن المطلوب مني هنا هو دلوقتي ان هي رخيصة بالنسبة للشراء اللي موجود عندنا. بتستعمل حلو قوي في الهوم يوز او السمول اوفيس اللي موجود عندنا، يعني لو في البيت او في مكتب صغير ملوش شغل كتير وكده، هو مش محتاج ان هو يطبع كتير، بتبقى البرينتر دي بالنسبة له برينتر كويسة وبرينتر اقتصادية اللي موجود عندنا. هنا هنلاحظ ان هنا ما كانش فيه بنز، كان فيه عندي حاجة اللي احنا بنسميها النوزل اللي موجودة عندي، هي عبارة عن فتحات، هتكلم عنها بالتفصيل. فتحات بيطلع منها الحبر، هناك كان عندي عبارة عن ايه، بن، والبن ده بيضغط فيكتب على الحبر. اما هنا الانك جيت بتستعمل النوزل اللي موجود عندنا او فتحات ان هي بيطلع منها الحبر. فكرة الانك جيت برينتر كانت عبارة عن ايه، عندي خزان من الحبر وعندي بامب يعني مضخة بتضخ الحبر، وبتضخ الحبر ده عشان يخرج من خلال مين، النزل اللي موجود عندنا. طبعا دي كانت مشكلتها ان هي مش منظمة، كان صوتها عالي غير كفء في الشغل بتاعها. لذلك دي كانت فكرة الانكي جيت برينتر باختصار شديد. طبعا دي مش هركز عليها لان احنا دلوقتي بنتكلم عن التكنولوجيا الموجودة الا وهي البابل جيت برينتر. البابل جاية من كلمة فقاعات، ان هي تحصل فقاعة اللي موجودة عندنا. فالبابل جيت برينترز اللي موجودة عندنا هي التطور او الادفانسد فورم من الانك جيت برينتر اللي موجودة عندي، يعني هي اللي حلت محلها. البابل جيت برينتر بتعمل بكفاءة اكتر وفي نفس الوقت ارخص اللي موجودة عندي، واستهلاكها في الحبر كمان اقل اللي موجودة هنا هوت. ايه هي المكونات الاساسية بتاعة البابل جيت برينترز اللي موجودة عندي؟ عندي حاجة اللي احنا بنسميها البرينتر هيد، وفي نفس الوقت بتكون ان كارتريج، وعندي حاجة اسمها الهيد كاريج اللي هو بيشيل الهيد، وعندي حاجة اسمها الستريبر موتور، وعندي حاجة اسمها البيلت او الحزام، وعندي حاجة اسمها المينتنس ستيشن هنشوفهم بالتفصيل، وعندي حاجة اسمها البيبر فيد ميكانيزم، وعندي حاجة اسمها الكنترولر انترفيس والباور سيركت اللي موجود عندي. هنا طبعا دي رسمة هنفهمها، هنفهم كل المكونات دي بالتفصيل، ولكن دي عموما اللي هي ايه البابل جيت برينتر وفكرتها ومكوناتها زي ما هي موجودة في الصور. نبدأ بأول حاجة بالبرينت هيد او الان كارتريج اللي موجود عندنا. البرينت هيد اللي موجودة عندي، برينت هيد يعني هي اللي المفروض هتبقى مسؤولة عن الكتابة، بتحتوي على مجموعة من السمول نوزلز اللي موجودة عندي، انا بقصد هنا مجموعة من الفتحات الصغيرة جدا اللي موجودة عندنا، تقريبا بتتراوح ما بين او يوجوالي بتبقى من 100 ل 200 فتحة موجودة عندي. الفتحات دي هي اللي مسؤولة عن سبراي الانك تمام، ان سمول دوتس، يبقى اذا الانك هنا هوت او الحروف اللي بتتكون هنا برضو بتتكون في صورة مين، دوتس، يعني برضو مجموعة من النقط اللي جاية لها حبر بتتجمع مع بعض بتشكل الحرف او بتشكل الصورة اللي موجودة عندنا. وبالتالي كل ما عدد النوزلز اللي موجودة عندي بتزيد تمام، كل ما معنى كده الريزوليوشن بتاع البرينتر هتبقى احسن. ليه؟ لان كل ما احنا دايما اي برينتر موجود عندنا بنختار لها الوحدة بتاعتها اللي هي دوت بير انش اللي موجودة عندي، يعني كم نقطة في الانش الواحد. كل ما عدد النقط يزيد، كل ما المسافات ما بين النقط دي بتقل، كل ما الصورة تطلع بالجودة بتاعتها احسن. تعالوا نشوف هنا هوت مقارنة في ال HP تمام، سريعة كده هوت في الموديلات المختلفة بتاعتها. طبعا المنظر ده اللي احنا بنشوفه على الأخبار بتاعة ال HP. تعالوا نشوف هنا هوت لما كان عندي هنا هوت لما HP في الأول خالص استعملت 12 نوزلز اللي موجودة عندنا، اديتني ريزوليوشن كام؟ 96 dpi دوت بير انش اللي موجودة عندي تمام. لما زودوا عدد النوزلز اللي موجوده فيها بقت 50، اديتني ريزوليوشن كام؟ 300. خدوا بالكم هنا اهوت لما حطيت 300 نوزل اللي موجوده عندي، الريزوليوشن بتاع البرينتر بتاعي بقى كام؟ 600 دي بي اي دوت بير انش اللي موجوده عندنا. طيب لما زودنا عندي هنا اهوت ال 3600 نوزلز اللي موجوده عندي، اديتني ريزوليوشن كام؟ اديتني ريزوليوشن 1200 دي بي اي.
فاذا كل ما بتزود مغزى الكلام ده هو كله. طبعا في تكنولوجيا تانية بتزود اللي هي ايه الريزوليوشن، ولكن من الحاجات اللي بتاثر في الريزوليوشن بتاع الطبعه اللي هو عدد النوزلز اللي موجوده عندي. كل ما بيزيد عدد النوزلز كل ما بتزيد اللي هي عدد النقط في البوصه الواحده اللي موجوده عندنا، يعني بتزيد الايه الجوده والريزوليوشن بتاع الطبعه اللي موجوده عندنا. النوزلز اللي موجودة عندي دي القطر بتاعها بيكون 10 مايكروميترز، لا ده مش ملي ميترز ده مايكروميترز. ما يمكن واحدة دي ما نعرفهاش، الفتحة الواحدة تمام الساعة بتاعتها او القطر بتاعها بيمثل عشر شعرة الانسان. يعني شوفوا شعرة الانسان دي هي تمثل 10 فتحات او محتاجة 10 فتحات عشان تعدي من الفتحات اللي موجودة عندنا. عندي هنا الكالر بابل جيت برينترز تمام، بما ان انا بتكلم في كالر بتكون فيها مالتيبل برينتر هيد، يبقى انا كده عندي هيد لكل لون موجود عندنا. ايه هي الالوان اللي موجوده عندي؟ اول حاجه اللي احنا مجموعه الالوان دي هي بنسميها الاس ام واي كي. الاس ام واي كي جايه من الساين اللي موجود عندي اللي هو درجه من درجات الازرق، والميجنتا تمام اللي هو الاحمر على بنفسجي او احنا درجه من درجات الاحمر، واليلو اللي هو الاصفر، والبلاك اللي هو الاسود اللي موجود عندنا. فلذلك ان هو بيكون في هيد لي كل لون من الالوان دي منفصل عن الهيد التاني اللي موجود عندنا. اكتر الاوقات ان الان كارترج، الان كارترج اللي هي علبه الحبر اللي حضرتك بتجيبها تمام، بيكون معاها في نفس الوقت الهيد اللي هو اللي بيكتب اللي موجود عندنا. يعني الان كارترج دي هشوفها دلوقتي بالتفصيل الكلام ده هوت. هنا الان كارترج ممكن يكون علبه حبر بس والهيد نفسه متثبت في البرينتر او متثبت في الطبعه، او ممكن يكون الكارترج نفسه هو اللي فيه روس الكتابه اللي موجوده عندي. طبعا اللي هي بالنسبه لي هنا النوزلز اللي بتكتب على طول، يعني ما بتكونش مثبته في البرينتر. عايز اقولها لكم دهيت بس انا مش عارف. طيب عندي الاتش بي، الاتش بي بتتميز ان علبه الحبر هي هي في نفس الوقت علبه الحبر وهي هي اللي فيها النوزلز اللي تتحكم في نزول الحبر اللي موجود عندي على الورقه. فلذلك لما تيجي حضرتك تغير علبه الحبر انت ما بتغيرش علبه حبر بس، انت بتغير علبه حبر والهيد بتاع مين؟ البرينتر في نفس الوقت، لان هم الاثنين محطوطين في حاجه واحده. الابسون لا، علبه الحبر اللي انت بتجيبها في الابسون ما هي الا مخزن للحبر بس، اما الهيد اللي بيكتب والفتحات اللي موجودة دي بتكون متثبتة فين؟ متثبتة في البرينتر اللي موجودة عندي. لذلك هنلاحظ هنا فرقين، لما تروح تشتري احبار اتش بي هتلاقي اغلى من احبار اللي هي بتاعت شركة ابسون. ابسون عبارة عن علبة بلاستيك جواها حبر، اما اتش بي علبة بلاستيك جواها حبر بالاضافة لمين؟ للهيد. لما تيجي تعبي احبار هقول لك ايه؟ هقول لك لو سمحت عايز تعبي احبار وجرب، جرب في الاتش بي. ليه؟ لان هو الحبر ده هو ممكن المواد بتاعته او المكونات بتاعته تؤدي الى بوظان الهيد. طب ماشي، ما ممكن تؤدي ممكن لا، خلاص جرب في الاتش بي، لان انت لو الهيد باظ انت كده كده بترميه لما تيجي تغير حبر. اما في الابسون الهيد ثابت تمام، فلو ركبت له حبر تجاري او حبر الماده بتاعته ما طلعتش كويسه ممكن تبوظ الهيد اللي في البرينتر، وده بيكون الهيد اللي في البرينتر ده بيكون التكلفه بتاعته يمكن تلتين ثمن البرينتر اللي موجود عندنا. فاذا الان كارترج هي علبه الحبر، ممكن يكون فيها هيد زي الاتش بي وبيتغير كل مره لما تغير علبه الحبر، او ممكن يكون الهيد ده ثابت ويكون بس مجرد علبه حبر. هنشوف الكلام ده بالتفصيل. انسايد الانك كارترج الموجوده عندي ده هي بيكون فيها حاجه احنا بنسميها الشامبرز، او اللي هي بتكون فيها مجموعه من الحجرات اللي موجوده عندي. تعالوا نشوف الكلام ده هوت هنا. بصوا يا جماعه دي علبه حبر اتش بي تمام. لما فتحت الراس بتاعتها لقيت عندي هنا حجره، اخدين بالكم؟ ادي الحجره الاولى، ادي الحجره الثانيه، ادي الحجره الثالثه. هي الحجرات في الاتش بي هنا هوت معموله ليه؟ معموله عشان دي علبه الحبر دي هي علبه الحبر الالوان، فالحجره الاولى هيكون فيها يلو وهيكون ليها الهيد الخاص بيها. هنا الحجره الثانيه اللي موجوده عندي هيكون فيها الكيان وهيكون فيها حبر اتحط فيها. وهنا الميجانتا اللي موجوده عندي هيكون نفس الحكايه، هحطها بالمنظر ده.
جوه العنب اللي موجود عندي الكلام ده بالنسبه للاتش بي بيبقى فيه زي اسفنجه، اسفنج موجود بالمنظر ده وبيكون محطوط في الحبر اللي موجود عندنا، يعني المنظر بتاعها هيكون بالمنظر ده كده، تمام. فاذا الحجرات استعملتها اتش بي اللي موجوده عندي بحيث ان هي تفصل الاحبار عن بعضها البعض. لو بصينا هنا بالنسبه للحجرات اللي موجوده عندي او الشامبرز اللي موجوده عندي بالنسبه للابسون، الابسون هنا هو عامله لي علبه الحبر دي كلها لونها اصفر اللي موجود عندنا، صح؟ طب ليه مقسمه الحجرات؟ مقسمه الحجرات هنا هو هنلاحظ ان هي طبعا ايه، الحبر المفروض في النهايه ينزل البرينتر من هنا، مجرد ما ينزل تدفق الحبر من هنا هتلاحظ ان الحجره دي بدات تنزل شويه حبر، الحجره دي بدات تنزل شويه حبر، يعني مجرد ما حبر ينزل هنا هيتخلخل جوه مكان فاضي، فهينزل من اكتر من حجره اللي موجوده عندي او اكتر من شامبر هينزل منه الحبر. ده بيضمن لك ايه؟ بيضمن لك ان هو الحبر ما يفضلش ثابت في مكان معين عشان ما ينشفش فيه، ان مجرد استهلاكك لاي جزء من الحبر او اي جزء من الطباعه اللي موجود عندك الحبر هيتغير، وهيتغير في كل الاماكن اللي موجوده فين؟ في الانك بتاع البرينتر اللي موجود عندنا هنا اهو. طيب شفنا دي الجزء الثاني ده هو هناخده لما نيجي نشرح. فاذا اول حاجه البرنت هيد او الان كارتريج اللي موجود عندنا، تمام، زي ما احنا قلناها كده هو بيكون فيها النوزلز وبيكون فيها الالوان وبيكون فيها الحجرات، وشفنا الحاجات دي هيت. طيب ازاي ان انا اعمل سبراي الانك من الكارتريج؟ ازاي ان انا البرنتر دي هيت بتطلع الحبر براها ازاي؟ عندنا حاجه اللي احنا بنسميها ثيرمال انك جيت سيستم، وعندي حاجه اللي احنا بنسميها البايزو الكتريك انك جيت سيستم. هنبدا باول حاجه اللي هي الثيرمال انك جيت سيستم. الثيرمال انك جيت سيستم دي هي عملتها شركه اتش بي، هي اللي قامت بتطويرها اللي موجوده عندنا. هنا لما يكون في غرفة من الغرفات اللي موجودة عندي أو الشامبرز، خلينا نشوف الشامبرز دي هي على الواقع. جبت لكم شوية حاجات من اليوتيوب. هنا هفتح زي ما احنا شايفين كده هوت البرينتر اللي موجودة عندي، الانك جيت برينتر، أنا بفتح بتاعة الـ HP. لو فتحتها هنا هوت الراجل فك الراس، هنلاحظ هنا هوت إن هي فيها ثلاث حجرات زي ما احنا شايفينها بالمنظر ده، وده الحته اللي هو غسلها من تحت دي، دي اتش بي، دي اللي هي حاجه تيجي ده يا جماعه الهيد بتاع الاتش بي برينتر اللي هو الانك اللي موجود عندي، تمام. هنشوفه بيعملها ازاي. هنلاحظ الالوان اللي بتطلع، هو بينظف العلبه بتاعتها. طبعا الكلام ده هو مش كلام احنا المفروض نستعمله في الشغل، ده كلام ده هو اللي هم بيعملوا عايزين يعملوا ريفيل، فبينظف الهيد بالميه وبينظف نفس الحكايه ان هو فتح العلب. انا طبعا هدف مني ان انت تشوف علبه الحبر مقسومه لثلاث هنا اشكال او ثلاث شامبرز موجودين عندي بالمنظر ده. خدوا بالكم ان هو الميه كل ما بتخش في اوضه بتطلع بلون مختلف اللي موجود عندنا. ايه الالوان اللي طالعه طبعا منها واختلاط الالوان. هنلاحظ عندي هنا اهوت، شوفوا يا جماعه لسه هو هيبدا يعبي. هنلاحظ عندي هنا ما بداش يعبي، عندي الفلين اللي هو اللي موجود عندنا اللي هو بيكون في كل غرفه موجوده عندي. طبعا المفروض ان هو هيحقن الحبر في كل واحد في مكانه السليم اللي موجود عندنا. بص هنا طلع الفلين من جوه الغرف اللي موجوده عندنا هنا اهوت. طيب تعالوا نشوف عمليه تنظيف الهيد بتتم ازاي في الاتش بي اللي موجوده عندي هنا اهوت. عمليه تنظيف الهيد طبعا المفروض ان هي بتتم من خلال سوفت وير او من خلال زرار، ولكن لو عايز تعملها مانيوال بايدك تعملها ازاي؟ تعالوا نشوف هنا اهوت الراجل ده اهوت عمل ايه. هنا بيطلع زي ما احنا شايفين، هنا بيتكلم عن المانيوال كلين، تمام، بيتكلم على المانيوال كلين. بطلع الاتش بي هنا اهوت، هنا جاب عمل ايه؟ جاب ميه هوت ووتر وعليها ماده من الكحول اللي موجوده عندنا ودخل فيها علبه الحبر.
ليه؟ لان علبه الحبر في اتش بي زي ما احنا قلنا بتحتوي على الهيد. About quarter to half of the way into the water, the hot water to clean the print head. There are many other ways which we offer that do a better job at cleaning your ink cartridge. Best way we found. طبعا هنا هيستعمل هنا هو دي كان الاسلوب الاول في التنظيف. طبعا ده اللي احنا نقدر نعمله في البيت، اما في عندهم اسلوب تاني ان هو بيدخل الهيد نفسه جوه جهاز بيطلع موجات فوق صوتيه موجوده عندنا عشان تشيل لو كان في حاجه او اوساخ او احبار متجمده سد النوزلز بتاعه البرينتر هيد اللي موجوده عندي. To clean an HP cartridge print head is to put it in hot water in an ultrasonic cleaner. يبقى هنا ultrasonic cleaner ومعاها hot water عشان يقدر ان هو يعمل الفتحات اللي موجوده عندي. The ultrasonic cleaner sends the ultrasonic waves taking out any of the clogged items. Two other methods used to declog an HP cartridge are number one the vacuum and also a centrifuge. Each وهنا vacuum ان هو عنده ايه؟ هيقدر ان هو يطرد الاوساخ من خلال ان هو هيستعمل فاكيوم موجود عندنا. طبعا الكلام ده هو احنا ما بنعملوش في الواقع العملي، بنعمله بس هنا في التوفير، ولكن في الواقع العملي لو الحبر خلص خلاص ايه؟ ارمي الحبر اللي موجود عندك واشتغل وهات حبر جديد ركبه موجود عندك. طيب تعالوا نشوف ان هو الفكره بتاعه الانك جيت اللي موجوده عندي ان هو بتشتغل ازاي. انا عندي مخزن للحبر اللي موجود عندنا، وعندي الحجره دي، الحجره دي هي بيكون فيها نوع من انواع الميتال اللي موجود، معدن موجود من المعادن اللي موجوده عندنا هنا. لما البرينتر عايزه تطبع تمام، ايه اللي بيحصل؟ المعدن ده بيتوصل له كهرباء، فالكهرباء اللي موجوده عندي ان هي بتسخن المعدن ده. لما بتسخن الكهرباء المعدن ده هوت بتسخن اوتوماتيك الحبر اللي موجود عنده. الحبر اللي بيبقى حواليه اللي موجود عندنا بيسخن تمام، فايه اللي بيحصل فيه؟ ساعتها بيطلع منه بخار. البخار ده هوت في وسط زي ده هيبقى عباره عن مجموعه من الفقاقيع اللي موجوده عندي، فحجم الفقاقيع هيزيد، فهيزيد ساعتها الضغط على مين؟ على النوزلز اللي موجوده عندي او الفتحات، فبالمنظر ده غصب عنه هيطرد مين؟ الحبر، هيطرد نقطة حبر من الايه؟ النوزلز اللي موجودة عندي دي هيت. مجرد ما خلص الحبر بتاعه تمام، خلاص يبقى ده هوت المعدن ده هوت مش هنوصله كهرباء مره ثانيه، فهيرجع الايه الفراغ اللي هو كان عامله، الفقاعات اللي موجوده عندنا اللي هي اتطردت بيها نقطه حبر. مجرد ما تنتهي الفقاعات اللي موجوده عندي دي، الحبر هيتوجه من المخزن للغرفه او الشامبرز اللي موجوده عندنا مره ثانيه، فساعتها يبقى الطرد هنا تم من خلال اللي احنا بنسميها البابلز اللي موجوده عندي. تمت من خلال البابلز ان انا سخنت، سخنت اللي هو طلع مجموعه من الفقاقيع، انا عندي مخزن حبر ثابت، فالفقاقيع دي عملت ضغط ان هو الحبر يطلع من الايه؟ من النوزلز اللي موجوده عندنا. مجرد ما راحت الفقاقيع دهيت عبيت الغرفه دي من الغرفه الرئيسيه بالحبر الثاني اللي موجود عندنا، وبالمنظر ده انا رسمت دوت. خدوا بالكم نزلت نقطه حبر اللي موجوده عندي، وهكذا العمليه بتتكرر اللي موجوده عندنا. يبقى هنا هو ساعة لما تبقى في عندي غرفة معينة عايزة تعمل سبراي للإنك، في عندي الكتريكال سيجنال اللي موجودة عندي هتتبعت للهيتنج إيليمنتس، حاجة بتسخن وهتبدأ إن هي تعمل إيه؟ تخلي الإنك إن هو يعمل يتبخر اللي موجود عندنا تمام، إن هو يتبخر فيقدر إن هو يطلع من الإيه؟ النقطة يعمل ضغط على النوزلز اللي موجودة من جوه، فيخلي الحبر إن هو إيه؟ يقدر يطلع مرة ثانية. ساعة لما انا هبطل ان انا اسخن الجزء ده هوت تمام، هيحصل ايه؟ بول باك للانك مره ثانيه تمام، يعني هياخد من الاوضه اللي جنبه ومش هيطلع حاجه من الحبر لان من النوزلز اللي موجوده، لان مش هيبقى فيه ضغط على النوزلز اللي موجوده هنا اهوت. ده منظر طبعا اللي هو الخاص بالاتش بي زي ما احنا شايفينه، وهنلاحظ ان هوت اللي هي ايه الضغط بتاعتها عامله ازاي تمام، ان هي التسخين تم هنا تمام، ولما حصل تسخين اهوت الفقاعات خلت الحبر يطلع بره في صوره نقطه موجوده عندي. يبقى دي اللي هي الثيرمال انكجيت سيستم، وده المبدا اللي هو استعملته شركه اتش بي في عمليه الطباعه وزي ما شفناها. طبعا هنا قال حته انا ايه هربت منها، هرجع لها مره ثانيه. قال لي ان في كل شامبرز موجود عندي تمام هيكون عندي هنا هوت ميتال بليت
اللي هو الجزء اللي بيسخن اللي موجود عندنا واللي يطلعه اللي بيخلي من خلاله يسخن فيطلع الحبر بره. ده اللي هو كان الجزء الاول الخاص بالاتش بي. الجزء التاني او اللي هو الشكل التاني من الاشكال اللي هو اللي بتاعت البابل جيت اللي موجودة عندنا واللي هو اختراعاته الابسون اللي هو اسمه البايزو الكتريك انك جيت سيستم. البايزو الكتريك دي هي جاية باسمها الترجمة بتاعتها بيسموها الكهرو ضغطية. تمام، الكهرو ضغطية يعني حاجة بتوصلها كهربا بتقوم عاملة ايه ضغط اللي موجودة عندنا. تعال نشوف من خلال الفتحات والرسومات اللي موجودة عندي هنا هنلاحظ ان الحبر بتاع الابسون بيتوصل بجهاز، الجهاز ده هو الهيد. تمام، اذا علبة الحبر بتاعت الابسون تمام بتيجي حبر بس زي ما احنا شايفينها وبتوصل بمين بالهيد، والهيد ده بيكون فيه تيوبس، التيوبس دي بتنزل لتحت اللي موجودة عندنا. ده هنا مثال تاني تمام صورة توضيحية اكتر. عندي هنا الحبر هيركب في الهيد فبيبدأ يغذي اللي هي القنوات اللي موجودة جوه الهيد، والهيد بدوره بيكون فيه مجموعة من النوزلز اللي موجودة عندي. فاذا هو ده الايه بدايه الشكل او التركيب بتاع الانك جيت سيستمز الخاص بمين بالابسون اللي موجود عندنا. تعال نشوف فكره عملها وشغلها عامل ازاي، هنشوفها مع بعض فيديو. ده اللي هو مين هيد اند كارتريدج. اوكي، هنا زي ما احنا شايفين الابسون كارتريدج وجايب لنا هنا هو تلاقيه المصنع بتاع الابسون اللي موجود عندنا. شوفوا هنا الناس لابسه ازاي، لابسه عفاريت عشان تعمل لكم الحبر. هنلاحظ اول حاجه هنا علبة الحبر بتاعت الابسون، علبة حبر بس، الهيد هو ده اللي ثابت اللي موجود عندي في الايه الجهاز بتاعي. خدين بالكم ادي الهيد اللي بتكلم فيه، الهيد فيه النوزلز والنوزلز كل واحدة تمام بتطلع لون معين، الالوان دي ممكن تعمل لها ميكس تعمل بيها كل درجات الالوان اللي موجودة عندك. هنلاحظ عندي هنا ان زي ان انا بقول لكم ده هو الكهرو ضغطية اللي موجودة عندنا، دي جهاز بالمنظر ده مجرد ما يتوصل له كهرباء بصوا ايه اللي بيحصل، بيضخ حبر لتحت فبيطلعها من النزل. بصوا هنا يا جماعه مجرد ما بتاخدين بالكم بيعمل كهرو ضغطيه اللي موجوده عندنا. طبعا كل ما الكهرباء توصله بسرعه اسرع كل ما هينزل الايه الاحبار اللي موجوده عندنا. خلينا نشوفها مره ثانيه. بصوا هنا التيار هنا النزلة بتاعته دي بتخليه ان هو ينزل حبر على الورقة، والطلعة بتاعته بتخلي الحبر اللي موجود في الكارتريج بتاع الحبر ان هو ينزل مرة تانية في القنوات دهيت. يعني خدوا بالكم ان هو بينزل نقطة حبر هنا وفي نفس الوقت بيعبي ايه الحبر مرة تانية في الغرف اللي موجودة عندنا. خلينا نشوفها ان هو بيشرحها ازاي بالفيديو. طبعا هنا هو بيشرح هنا ان مجموعة الالوان بتتكون ازاي من خلال ايه الالوان الموجودة عندنا. بصوا يا جماعة ادي علبة الحبر، بصوا الحبر لما بيحصل تدفق فيه بينزل ازاي. اذا الكهرو ضغطية اللي موجودة عندي هنا هو كان عنده المكان ده هو تنزل منه حبر ولكن في الارتداد بتاعه بينزل حبر تاني يملأ الاوضة دي مرة تانية. هو ده اللي انا عايز اشرحه اللي موجود عندنا. خدين بالكم اهو هو ده اللي انا بتكلم فيه، ادي الكهرو ضغطية اللي موجودة عندي. هنا بيشرح الفقاعات هنا ملهاش علاقة بالموضوع تمام، ولكن الفقاعات هنا بيشرح لك بيقول لك ايه اشتري الابسون الاصلي احسن تمام، لان الفقاعات دي ممكن تمنعك من الطباعة اللي موجودة عندك. دخلنا الحبر اللي موجود عندنا وهيبدأ ان هو يعدي في الشامبرز اللي موجودة هنا هوت، وادي الكهرو ضغطية.
لحد كده تمام. انا مش محتاج اكتر من كده في الابسون، بس عايز اوريكم حاجة تانية كمان اللي هي تعتبر من عيوب ومزايا الابسون، ان الهيد بتاعها ثابت في البرينتر. الهيد الثابت في البرينتر ده المفروض ان هو بيدي ريزوليوشن اعلى، بس في نفس الوقت لو باظ تمام او ان هو انسد ممكن بترمي البرينتر. احنا كنا زمان بنبعت البرينتر لشركة معرفش اسمها شمال افريقيا، كانت هي متخصصة في الابسون، كانت بتمسك البرينتر بتعومها كلها في سائل تنظيف. تعال نشوف تنظيف الابسون هيد برينتر بيبقى شكله عامل ازاي. هتلاحظوا بصوا هنا هوت مسك هنا وفيها سائل، ده بيجي من المصنع نفسها، وحاطط الهيد برينتر هنا. بصوا عمال يضغط ازاي تمام عشان ان هو يخلي ان هو ايه الفتحات اللي اتجمد فيها الحبر اللي موجود عندنا زي ما احنا شايفينه. هيطلع الهيد دلوقتي بايده، يلا طلع الهيد، اطلع الهيد في ايده. اخدين بالكم طبعا فكوا من البرينتر ومش عارف ايه، وبدا ان هو يعمل فيها. كانت شركه شمال افريقيا اللي هي انا فاكر كانت بتاخد مننا مبلغ تمام. المبلغ دهوت سواء البرينتر اتصلحت ولا ما اتصلحتش تمام، كانت بتاخد المبلغ ده، والمبلغ ده ثمن السائل اللي هي بتستعمله في التنظيف اللي موجود عندنا. فاذا دي فكره العمل بتاعتها. كده انا شرحت بالنسبه للابسون، قلت شويه حاجات. اول حاجه الحجرات علبه الحبر اللي موجوده في الابسون ما هي الا عباره عن مخزن الحبر فقط، ومتقسمه الحجرات عشان الحبر يفضل في تحرك مستمر في كل النواحي اللي موجوده عندنا. قلت ان الابسون برينتر الهيد بتاعها بيكون بيلت ان في البرينتر نفسها. اي جماعه برينتر بيكون ليها ممكن تتحكم فيها سوفت وير في تنظيف الهيد تمام، او من خلال الزرار موجود على البرينتر كهارد وير. اللي انا بشرحه ده هو اللي بيتعمل في الورش بتاعه صيانه الايه الهارد سكاد، صيانه البرينترز اللي موجوده عندنا. يعني مش ده اللي انت المفروض تعمله، انت المفروض تعملها سوفت وير او تعملها هارد وير من خلال الزرار. بس انا بفهمك بوريك الفكره ان الهيد بتاع الاتش بي فين والهيد بتاع الابسون فين اللي موجود عندنا. اذا اللي انا برده عايزه مش عايز تفاصيل اكتر من كده. الثيرمال انكجيت برينتر حته معدن تمام بتسخن فتعمل فقاعات، الفقاعات دي تضغط على النوزلز فتنزل حبر، مش عايز اكتر من كده. الانك البايزو الكتريك انكجيت بيكون فيها عباره عن جزء كده اهوت او معدن تمام، ان هو ايه اللي بيحصل بيتعمل له بيتمدد ساعه لما بنديله كهرباء اللي موجوده عندنا. فالكهرباء ده هو بيعمل زي صمام، بيعمل زي ضغط للحبر اللي موجود عندي هنا اهوت. طيب كل ده كانت في الفكره بتاعتها. هنا بقى هنبدا على الهيد كارتريج اللي موجود عندنا تمام. الهيد كارتريج اللي موجود عندي هو الجزء ده اللي انا شايفه، الجزء البلاستيك اللي بره ده اللي انا بثبت فيه الحبر بتاعي اللي موجود عندنا. طبعا هنا انا شغال في اتش بي، يعني انا دي اللي احنا سميناها الايه الكارتريج او الان كارتريج. هنا الهيد كارتريج اللي موجود عندي اللي انا بركب فيه اللي هو الان كارتريج اللي موجود عندنا ده، اللي هو يا جماعه اللي بيروح يمين وشمال تمام وقت عمليه الكتابه اللي موجوده عندي في الكمبيوتر بتاعي. طبعا بيتحرك، طبعا بيكون بيتحرك اللي موجود عندنا يميل وشمال، وبيكون في كليبسات بتضمن ثبات الحبر، وبيكون في كمان وصلات كهربيه طبعا عشان دي اتش بي، يعني الهيد هنا يعني لازم اوصل له كهرباء اللي موجوده عندي عشان اقدر اسخن الاليمنت اللي موجود عندي جوه هنا اهوت، فبيتثبت كويس من خلاله هنا اهوت. وطبعا بيبدا ان هو ايه يتحرك يمين وشمال عشان يكتب الايه إيه على الورقه اللي موجوده عندي. عندي حاجه اسمها الستريبر موتور. انت بتقول لي ان الهيد كارتريج بيتحرك يمين وشمال، طب مين اللي بيحركه؟ بيحركه يا جماعه في البرينتر ده هي بيكون عندي الستريبر موتور. الناس اللي فاكره بقى من زمان كنا شرحناه تمام، كنا شرحنا الستريبر موتور ده شرحنا فين تمام في الهارد سكات، وقلنا ان هو بيتحرك وان ستيب ات تايم، وبيتحرك بحركات ايه حركات صغيره جدا، وما ينفعش ان هو ايه يتحرك حركه ونص، يعني زي ما احنا شايفين ترس كده وليه سنون، فهو حركات منتظمه اللي موجوده عندنا. فاذا الستريبر موتور اللي موجود عندي دهوت هو اللي هيحرك مين؟ هيحرك الكارتريج، اسف هو اللي هيحرك الهيد كارتريج اللي موجود عندي. طيب الستريبر موتور ده هيحركه ازاي؟ هيحركه من خلال البلت. البلت اللي موجود عندنا دهوت زي ما احنا شايفينه تمام، هيكون حوالين بكرتين، والبكرتين دول مربوطين او بكره منهم مربوطه بالستريبر موتور، هي اللي ايه هيحرك البلت ده او الحزام ده، وبالتالي هيحرك له اوتوماتيك مع مين؟ الهيد كارتريج. بس بيكون عندي كمان حاجه اللي هو عمود اللي احنا شايفينه هنا ده تمام،
العمود ده هو تمام اللي احنا بنسميه الاستابلايزر بار اللي موجود عندنا. تمام، ده اللي هو ايه، اللي هو يعني تعرفوا ايه، يعني انت هتوصل البرينتر هيد ازاي ببلت او حزام وتبقى مستقرة. هو مجرى تمام بتكون متثبت فيه زي ما احنا شايفينه هنا، بيكون متثبت فيه الهيد كارترج اللي موجودة عندي. تمام، بس يعني تعرفوا ايه، يعني مش عارف اشرحها ازاي، يا رب تكونوا متخيلين اهو. يعني هو عمود، والعمود ده متثبت فيه مين، الهيد كارترج، عشان ما يروحش يمين وشمال، ما يطلعش فوق وتحت، يبقى متثبت عليه كانه مجرى، كانه زي مثلا القطر كده، زي القضيب بتاع القطر اللي موجود عندنا. تمام، فالقضيب دهوت او اللي هو السمول ميتال استبلايزر بار اللي موجود عندي هياخد علبه الحبر بتاعتي هتمشي من خلاله، بس هتبقى متثبته عليه. تمام، هنا بيقول لي عشان تبقى البرينتر هيد الايند وتبقى ستيبل، تمام، ساعه لما بتتحرك يمين وشمال هترتكز على سمول ميتال استبلايزر بار اللي موجود عندي هنا اهوت. لو بصينا عليها في الرسمه التوضيحيه الاولانيه هنا اهوت، زي ما احنا شايفين ادي الموتور، وادي الموتور ده اهوت بيكون متوصل بيه البلت اللي هو اللي هيحركه يمين وشمال، هيحرك دي يمين وشمال. في نفس الوقت كده عندي هنا عمود اهوت، تمام، وعندي هنا هو بالمنظر ده العمود ده هو اللي هو هيكون متثبت عليه مين، اللي هو الكارترج، كارترج او اللي احنا سميناه هنا هو المسمى الثاني اللي احنا بنطلق عليه اسم الهيد كارترج اللي موجود عندي. طيب عندي المينتنس ستيشنز اللي موجوده عندنا. المينتنس ستيشن هي المحطه اللي هي بتاعت الصيانه. ايه محطه الصيانه؟ هي المحطه اللي بيبات فيها اللي هو مين، الهيد كارترج اللي موجود عندي. يعني لما بيخلص شغله بيبات في الحته دي، لما يبدا شغله بيبات في بيطلع في الحته دي اللي موجوده عندنا. تعالوا نشوفها هنا اهوت. في شايفين اخدين بالكم ساعه ادي اللي هي الكارترج، كارترج اللي موجوده لما تيجي تبات بتبات في الحته دي، دي اللي احنا بنسميها المينتنس، زي ما سمينا هنا المينتنس ستيشن. هنا نفس الحكايه بالنسبه للبرينتر دي، خليه يكتب زي ما هو عايز، تمام، ولكن ساعه لما يجي يبات هيبات فين؟ هيبات في الحته دي اللي احنا بنسميها المينتنس ستيشن. مش انت لما تيجي تغير حبر الانك جيت بتفتح الكفر بتاعها من فوق تلاقي الحبر هو موجود على اقصى اليمين، تمام، تلاقيه اتحرك وقام جاي واقف قدامك كده في النص، اقصى اليمين اللي موجود دهيت، هي دي نقطه البدايه اللي بيبدا بيها. تمام، دي اللي احنا بنسميها المينتنس ستيشن اللي موجوده عندي. المينتنس ستيشن دي وظيفتها ايه؟ ان هي بتكون فيها حاجه اسمها سمول ساكشن بامب، تمام، وبيكون فيها حاجه اسمها او انك ابزوربنج بيد. انا قبل المينتنس ستيشن دي هي المفروض قبل عمليه طباعه او ساعه لما اشغل البرينتر في الاول، بتختلف من موديل لموديل، ان انا بقوم بعمليه صيانه. عمليه الصيانه دي بتعمل ايه؟ سمول ساكشن بامب يعني ايه؟ يعني عندي بيحصل بيمص الحبر، يمص مقدار صغير جدا من الحبر من النوزلز اللي موجوده في الهيد بتاع البرينتر عشان يضمن ان هي نظيفه. طب الحبر اللي هو هيمتصه ده هيرميه فين؟ هيرميه على حته اسفنجه، تمام، موجوده برده جوه البرينتر اللي موجوده عندنا، اللي هي دي اللي احنا بنسميها الانك ابزوربنج بادز اللي موجوده. بصوا هنا كده، تمام، هنلاحظ ان انا عندي ادي الجزء ده هو اللي هو ايه، دايما بيكون مش نظيف لان هو بيكون فيه بواقي الانك كلها اللي هو بيمصها اللي موجوده عندنا. فاذا هنا هو المينتنس ستيشن اللي موجوده عندي هيكون فيها بامب، البامب ده بيمص جزء صغير من الحبر عشان يتاكد ان ايه النوزلز دي سليمه، تمام، وان هي سالكه او يسلكها اللي موجوده عندي. طب الجزء اللي هيمتص ده هيرميه على فين؟ هيرميه على حته اسفنجه اللي احنا بنسميها الانك ابزوربنج باد اللي موجوده عندنا. فاذا طبعا المستين اللي هي بتاعتها اللي هو الوظيفتين بتاعت المينتنس ستيشن، ان هي بليس، تمام، ان هي هتركن فيه، تمام، هو المكان اللي هو بيتها اللي هي ساعه لما انا ما بعملش طباعه هتكون واقفه فيه اللي موجوده عندي، تمام، وهتخلي البرينتر هيد ايه ان وركينج اوردر من خلال الصيانه بتاعته. لذلك من الحاجات برضو يا جماعه المهمه برضو اللي انا بفتكرها بالنسبه للابسون برينتر، يمكن ما بتشتريش مال اتش بي، الابسون برينتر نفس الحكايه، ان هي عشان الهيد بتاعها ثابت في الجهاز نفسه، تمام، بيطلب منك بعض التعليمات. دلوقتي لو انت مسافر
إبسون برينتر هتعمل فيها ايه؟ لو سبتها لفترات طويلة لمدة 3 او 4 شهور موجودة عندك من غير ما تستعملها الحبر هينشف. طب ما في الاتش بي ممكن ينشف، طب لما ينشف الحبر في الاتش بي هرمي الكارترج كله واجيب كارترج جديد. اما الإبسون زي ما احنا شفنا بيكون ليها مواسير، والمواسير دي بتنزلني على الهيد اللي موجود عندنا. لو الحبر نشف في الهيد، لو الحبر نشف في المواسير دي، البرينتر كل سنة وانت طيب طبعا بيبقى عندك امل بس ان هي لو يعني خليتها تبات في المحلول بتاع اللي تاخده من الشركه ده كان كويس. لذلك في الابسون برينتر التعليمات لما انت تيجي تبيع البرينتر زي ده او تستعملها في البيت المفروض ان انت تطبع كل شهر على الاقل ورقه، تمام؟ ده يبقى كده كويس جدا. لما تيجي حضرتك تسافر، تمام، خلي البرينتر متوصله بالكهرباء، طفيها بالزرار بتاعها بس خليها متوصله بالكهرباء، لان توصيلها بالكهرباء دهوت هيدي في التصميم بتاعها نوع من الحراره اللي هي هتفضل موجوده في البرينتر نفسها، بحيث ان ايه الحراره دي تخلي الحبر ده يكون سائل دايما عندي على طول وما ينسدش خالص. طيب نيجي بعد كده عندي على البيبر فيد ميكانيزم. الورقه بتسحب ازاي؟ تمام، عشان الورقه تقدر تسحب وتطلع لك بره عندك حول حاجه اسمها البيك اب رولرز. البيك اب رولرز دي عباره عن مجموعه من الرابرز زي ما احنا شايفينها بالمنظر ده كده. البيك اب رولرز الرابرز دي بتحك فين؟ اجينست البيبر، بتحك في البيبر فبتسحب الورقه اللي موجوده عندي لجوه. عندي حاجة تانية موجودة عندنا، حاجة احنا بنسميها السيبريتور بيدز. السيبريتور بيدز دي وظيفتها ايه؟ ان هي تسحب ورقة واحدة بس في المرة الواحدة، ما تسحبش كفشة ورق او تسحب لي ايه مجموعة من الورق عشان تطبع عليهم. فالسيبريتور بيد اللي موجودة عندي دهيت هي عبارة عن ربرة واحدة بحيث ان انت تسحب ايه ورقة واحدة بس هي اللي تخش جوه. عندي بعد كده حاجة احنا بنسميها البيبر فيد سنسور اللي موجودة عندي. البيبر فيد سنسور ده هو بصراحة ليه وظيفتين. الوظيفة الأولانية لو مفيش ورقة خالص في البرينتر يطلع لك على الشاشة ايه بيحس يقولك ايه مفيش ورقة على البرينتر اللي موجودة عندك، تمام، اعمل لك ايه، تمام، فساعتها انت بقى تحط له ورق اللي هو يقولك out of paper اللي موجود عندك. الحاجة التانية لما الورقة تسحب وتخش جوه، تمام، السنسور ده بيقول البرينتر يلا عندك ورقة بقى لو عايزة تبدأي ايه اطبعي، يلا ابدأي اطبعي. فاذا البيبر فيد سنسور الموجود عندي هيقول لك انت عندك ورق ولا لا، ولو اتسحبت الورقة ودخلت لجوه هيدي يقول لبقية اجزاء البرينتر يلا يا جماعة ابدأوا اطبعوا انتوا عندكم ورقة موجودة جوه. سنسور هو بيسموه بالعربي الحساس، او ان هو بيحس بوجود ورقة او من عدم وجود ورقة. فلو مش ورقة هيقول لك، لو لقى ورقة هيقول البرينتر يقول لها ايه يلا اطبعي. الرولرز دي هي بتتوسخ، تمام، والرولرز اللي موجوده ده هي المفروض ان هي يكون فيها نوع من الخشونه اللي موجوده عندنا. الرولرز دي لو انت عايز تنضفها، لو لقيت ان انت دايما بيطلع لك الورقه بتاعتك فيها خطين على الجنيب كده اهوت او خطوط في اماكن معينه، معنى كده ان الرولرز دي مش نظيفه. تنظيف الرولر ده هي بميه وصابون عادي، ما تحطلهاش اي نوع من انواع الكحول. لو الرولر دي بقت ناعمه، تمام، هتلاقي ان هي ممكن ما تعرفش تسحب ورق اللي موجوده عندنا. دي لو كانت البيك اب رولرز. لو السيبريتور بيت دي بقت ناعمه او ان هي تاكلت هتلاقيها بتاخد اكتر من ورقه في نفس الوقت اللي موجود عندك. هنتكلم على المينتنس بالكامل ان شاء الله في كل جزء حسب السكشن بتاعه. طيب عندي حاجه احنا بنسميها البيبر تري. البيبر تري هو الدرج بتاع البرينتر اللي بتحط فيه ورق. هتلاحظ عندك ان هو في البرينتر دي هي ليها درج تحط فيه ورق، اما البرينتر دي ملهاش درج، انت بتحط ورقه من فوق والبرينتر بتسحبها بتنزلها لتحت. طبعا البيبر تري لما بيكون موجود في برينتر بيبقى ميزه ان هو بياخد كم كبير من الورق احسن من البرينتر دي بتاخد جزء صغير من الورق اللي موجوده عندنا، تمام. فاذا طبعا البرينترز اللي هي الغاليه دايما بيكون فيها بيبر تري. البرينترز الغاليه قوي كمان بيكون فيها اكتر من بيبر تري، تمام. بيبر تري اللي هو درج الورق ده هو بيكون فيها احجام مختلفه، ممكن تحط مثلا تقول له اطبع لي من تري 1 او تري 2 او تري 3. هنشوف الكلام ده ساعه لما نيجي ان شاء الله نظبطه في السوفت وير. عندي الكنترول انترفيس، الكنترول والانترفيس والباور سيركت اللي موجود عندنا. ايه هي البرينتر كنترول سيركت اللي موجود عندي؟ تمام، البرينتر كنترول سيركت يعني هقولها بلغه عاميه كده المذر بورد بتاعت البرينتر.
المذر بورد بتاعت البرينتر هي عباره عن سمول سيركت بورد اللي موجوده عندي، اللي هي بتشغل كل الدنيا. هي بتقول للستريبر موتور يلا اسحب، هي اللي بتقول له اسحب ورق حط ورق، بتبدا عمليات الطباعه، هي اللي بتخليه يحرك قلبه الحبر يمين وشمال، تمام. هي اللي بتتحكم فيه امتى يسخن لما ياخد الاوردر ان هو يشتغل عندنا دهيت، تمام. هي اللي تديني تقرير عن البرينتر. بعض البرينترز بتقول لك البرينتر دي طبعت 100,000 ورقه او 200,000 ورقه، البرينتر ناقص حبر مش ناقص حبر، كله بيتم التحكم كله من خلال مين؟ المذر بورد بتاعت البرينتر، او اللي احنا بنسميها البرينتر كنترول سيركتس اللي موجوده عندي. طب ايه هو الانترفيس سيركت؟ الانترفيس سيركت اللي موجود عندنا اهوت اللي هو عباره عن ايه؟ اللي هو البرينتر دي متوصله ازاي بالكمبيوتر؟ هل هي متوصله بارل؟ هل هي متوصله سيريال؟ هل هي متوصله يو اس بي؟ هل هي متوصله سكازي؟ هل هي متوصله نتورك؟ هل هي متوصله انفراريد اللي موجوده عندنا؟ فاذا هي الانترفيس سيركت اللي موجود عندي ده هو ده بيعمل ايه؟ كونفيرس، هو بيقوم بعمليه التحويل الاشارات اللي جايه من الانترفيس، تمام، الى داتا ستريم البرينتر هتستعملها. يبقى هياخد المعلومات اللي جايه من الانترفيس اللي موجود عندي ده هو ويحوله لمعلومات تقدر البرينتر تفهمها وتقدر ان هي تتعامل معاه. يعني الانترفيس سيركت اللي موجود عندي دهوت هو ما هو الا ايه؟ برينترك متوصله ازاي؟ تمام. لما تروح تشيل البرينتر لما تلاقي فيها يو اس بي وتلاقي فيها فاير وير تقول البرينتر دي حلوه، لما تلاقي فيها يو اس بي بس هتقول البرينتر دي كويسه، لما تلاقي فيها بارلل بس موجود عندك هتقول البرينتر دي معفنه وقديمه، تمام. فاذا دي اللي هي اللي انا بتكلم فيها الانترفيس سيركت. طيب لما نيجي نتكلم على الباور سيركت، اكيد الباور سيركت اللي موجود عندنا اللي هو بياخد الكهرباء بتاعت البيت ل 110 لو احنا في امريكا، او 220 زي سائر العالم كلها فولت، ويحولها ل 12 فولت و5 فولت، تمام. يعني شغلته عامله زي بالظبط كده الباور سبلاي اللي موجود عندي فين؟ في الكمبيوتر بتاعي. يبقى ده كانه الباور سيركت اللي موجود عندي هو الباور سبلاي بتاع الايه؟ البرينتر اللي بتاعتي. طبعا الكلام ده بيتم من خلال مين؟ معظم الوقت بيخلال حاجه احنا بنسميها ترانسفورمر، اللي هو يا جماعه الشاحن بتاع الموبايل، نفس الشاحن اللي هو بيجي مع البرينتر ده بيخش في الحيطه او في الكهرباء اللي جايه من البيت، وده بيخش هنا اهوت هيحول لي 220 فولت اللي موجودين عندي، تمام. يعني نلخصها كده، احنا دور عربيه 220 فولت اي سي هيحولها لي الى حاجتين، الى 12 و5 فولت دي سي. فاكرين التيار المستمر والتيار المتردد اللي موجود عندنا؟ نفس فكره الباور سبلاي اللي موجوده عندي هنا. طيب كده احنا شفنا المكونات، تعالوا بقى نقول ايه الدنيا كلها تشتغل ازاي. حضرتك فتحت برنامج الوورد وكتبت، تمام، ودوست على زرار برنت اللي موجود عندك. البرنامج الوورد اللي انت بعته دهوت، تمام، اللي هو يعتبر نوع من انواع السوفت وير، هينادي مين؟ هيقول لها يا برينتر درايفر، تمام، يلا يا برينتر درايفر خدي الاوردر ده واطبعي، تمام. البرينتر درايفر يا جماعه احنا قلنا قبل كده السي دي اللي بيجي مع البرينتر اللي انت بتنزله على نظام التشغيل بتاعك. البرينتر درايفر ياخد المعلومات اللي هي موجوده عندك دي ويحول اللي انت عايز تطبعها ويحولها الى لغه تفهمها البرينتر بتاعتك، تمام. اللغه ايه هي اللغات اللي بتفهمها البرينتر بتاعتك؟ دي المحاضره الجايه باذن الله تعالى، تمام. بعد كده هو تحولها الى لغه، البرينتر درايفر ده هو بعد ما حولها الى لغه تفهمها البرينتر بتاعتك هيبدا يبعتها لمين؟ للمكان المتوصله بيه البرينتر بتاعتك. يعني هيبعتها للانترفيس المتوصله بيه البرينتر بتاعتك، سواء يو اس بي، سواء نتورك، سواء بارلل، او اللي موجود عندك. فاذا الدرايفر هنا قام بحاجتين، ترجم الكلام ده للغه تفهمها البرينتر وبعته للبرينتر. بعته للبرينتر من خلال مين؟ الوصله المتوصله بيها البرينتر، سواء يو اس بي او نتورك او بارلل اللي موجوده عندي. البرينتر هتستقبل الطلبات دهيت، هستقبلها فين؟ هستقبلها في الميموري بتاعتها، تمام. الميموري بتاعت البرينتر دي احنا بنسميها البرينتر بافر ميموري، او البافر بتاع الميموري الموجود عندنا. طبعا مش دعوه بالكتاب، هو بالكتاب بيقول ان هو بتروح حجمها من 512 كيلو بايت الى 16 ميجا بايت، لا في احكام اكبر من كده بكتير، تمام. ولكن دي نوع من انواع الميموري بتبقى موجوده عندك في البرينتر نفسها. كل الاوامر اللي بتروح للبرينتر دهيت بتتخزن في الميموري. طبعا ده بيخلي لك ايه؟
ان البرينتر ما تبقاش مستنيه كل مره جهاز يبعت لها اوردر عشان تطبع، لا هي بتاخد كل الاوردرز وتحطها وبترتبها في الميموري بتاعتها اللي موجود عندنا. فتقدر ايه لو اكتر من مستخدم بيبعت يبقى كل واحد هيجي هيتخزن في الميموري، فتقدر تعمل ايه سيفرال جوبس او تقدر تطبع تاخد اكتر من امر طباعه. الكمبيوتر مش هيبقى لازم يستنى لما البرينتر تخلص عشان يبعت لها امر جديد، لا هو هيبعت الامر بتاعته كلها ويخزنها في الميموري بتاعته في الميموري بتاعت البرينتر. طبعا كل ما الميموري تبقى اكبر كل ما تقدر تستوعب البرينتر ايه اوامر اكبر ان انت هتبعتها لها ليها. لذلك نتورك برينتر هتلاقي فيه حجم الميموري كبير جدا غير البرينترز العاديه التقليديه بتاعتنا اللي هي الاتش بي تقريبا بتبقى 8 او 16 ميجا اللي احنا بنستعملها في البيت او لو بنستعملها في الشغل لو انا بس اللي بشتغل على البرينتر بتاعتي. مفروض يبقى انا كده الاوامر كلها راحت للبفر. لو البرينتر طبعت على طول كان كويس، ولكن لما طبعتش على طول يبقى ساعتها ايه اللي بيحصل؟ تمام، بتحصل اللي هي الكليننج سايكل. الكليننج سايكل دي بتحصل فين؟ بتحصل زي ما احنا قلنا في المينتنس ستيشن اللي موجوده عندي. تمام، بيبدا بعمليه ايه، يتاكد ان كل حاجه شغاله والنوزل شغاله ومفيش حاجه متعلقه اللي موجوده عندنا. مجرد ما خلصت عمليه الكليننج سايكل اللي موجوده عندي، تمام، يبدا مين البيبر فيد موتور اللي موجود عندي يبدا بقى ايه يغذيني بالورق. انا خلصت عمليه التنظيف، يبدا بقى الورقه تخش جوه فين؟ تخش جوه عندي في البرينتر. دخلت الورقه عندي جوه في البرينتر، يقوم جاي لي السنسور او الحساس يقول لي يلا يا عم، ايه يلا برينتر عندك ورقه مالكيش حاجه ابدا اطبعي يلا على طول. اما لو الحساس ده ما حسش بالورقه هيقول لك خلي بالك البرينتر ايه اوت اوف بيبر، يعني ايه لو سمحت غذيني بالورق اللي موجود عندنا. مجرد ما دخلت الورقه جوه اللي موجوده عندي يبدا الستريبر موتور اللي موجود عندنا اللي هو شايل الكارترج او الهيد كارترج اللي موجود عندي يتحرك يمين وشمال عشان يكتب الكتابه اللي موجوده. وهنا هيبقى فيه ملاحظه ان هي بتختلف من برينتر لبرينتر وبتاثر في السرعه. هل الهيد بيتحرك مثلا من اليمين للشمال كتب، هل وهو راجع بيكتب ولا ما بيكتبش؟ في بعض البرينترز ما بيكتبش وفي بعض البرينترز بيكتب. طبعا مين اللي بيكتب؟ مين هيبقى اسرع؟ اللي في الروحه وفي الرجعه بيكتب، صح؟ اما اللي بيروح ويرجع فاضي وبعدين يرجع مره ثانيه يكتب، دي هتبقى البرينترز اللي موجوده عندي ايه؟ ابطا اللي موجوده. طبعا الالوان المختلفه بتكون بتتم من خلال الدمج بتاع الالوان الاساسيه اللي موجوده في البرينتر اللي موجود عندي هنا اهوت. وزي ما احنا قلنا طبعا ان هو ايه خدوا بالكم من حاجه، ان هنا في البرينتر دهيت ان هو ما بيكتبش لما انت بيجي يكتب سطر، هل هو بيكتب السطر الحروف كامله؟ لا، هتلاحظوا ان هو بيكتب نص السطر الاولاني. نص السطر يعني ايه؟ مثلا نسيت من ده احمد مثلا، هتلاقي ان هو بدا يكتب عمل دي كده، وبعد كده هو عمل الاتش مثلا كده، وبعد كده عمل الام مش هتنفع غير كده، وبعد كده عمل كده، وبعد كده عمل مثلا الدي كده. في الخطوه الثانيه هتلاقيه عمل مثلا كمل الاتش هنا اهوت، وكمل الاتش هنا، ونزل الميم لتحت شويه، وكمل الاي وكمل الدي. هتلاحظ ان السطر الواحد نفسه بيتحرك ساعه لما يجي يكتب، يعني ايه بيكتب نص السطر، انا قصدي نص السطر اللي هو اللي فوق او اللي تحت، وبيكتبه برده بنظام مين الدوتس اللي موجوده عندنا. طبعا مجرد بعد كده هوت في عندنا ده اللي انا اتكلمت ان هو هيكتب في one direction او two directions اللي موجودة عندها. بعد كده هو مجرد ما الصفحة بتخلص، تمام، لو الاوردر بتاعك كان فيه اكتر من صفحة، تمام، هيبدأ ان هو يعمل نفس الخطوات من بداية الخطوة رقم 7، ان هو يسحب ورقة ويدخلها والسنسور يقول له اوكي ويبدأ يخلص. لو خلص الاوامر كلها نفس الحكاية، يقوم الهيد رايح اوتوماتيك قاعد في المينتنس ستيشن، قاعد في بيته، تمام، ويطرد الورقة، وبعد كده يقوم رايح عامل باركينج او ينام في بيته اللي موجود عندنا. ايه رايكم في لينك جيت؟ خدوا بريك، تمام، ونرجع واعملوا بوز للفيديو ونرجع مره ثانيه مع بعض على الليزر برينتر. عدنا.
بعد ما خدنا بريك يلا نخش على الليزر برينتر. الليزر برينتر اكتر جزء ممتع في المحاضره دي هيت. في جزء مخ جامد موجود فيه. بيتميز ان اكتر الاجزاء اللي عليها امتحانات المكونات لازم نعرفها، نعرف مسمياتها، نعرف وظائفها، لان ده دايما بيسال فيه جامد في الامتحان اللي موجود عندنا. نبدا مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. الليزر برينتر اللي موجود عندنا، طبعا الليزر برينتر والانك جيت برينتر كانوا هما البدايه ان انا ايه، ان هو الاوردر بتاعي او الجوب بتاعتي عباره عن بيج، ان هو طبعا احنا بنسميها بيج برينتر، تمام، لان هي ايه هناك زي ما احنا قلنا في الدوت ماتريكس او في الامباكت برينترز عموما كانت بتاخد الامر بتاعها سطر بسطر. اما هنا في الليزر برينتر في الانك جيت برينتر والبابل جيت برينترز اللي موجود عندنا، ان هي كانت بتاخدها ايه، بتاخد الجوب بتاعتها عباره عن صفحه في المره الواحده، يبقى التعليمه فيها ايه صفحه بالكامل، الاوردر بتاعها صفحه بالكامل اللي موجوده عندنا. عندنا اكتر من نوع من الليزر برينتر. الاساسيه بتاعتي اللي هي اللي بتستعمل حاجه احنا بنسميها الكترو فوتو جرافيك، او احنا بنطلق عليها اسم الاي بي برينتر، وعندي واحده ثانيه بتستعمل حاجه احنا بنسميها لايت ايميتنج دايودز اللي موجوده عندي. دي النوع الثاني، ودي هنتكلم عليها في 5 دقائق بس، تمام، لان هما الاثنين ايه نفس الشغل بتاعهم بس في فرق بسيط قوي مع بعض. فاذا تركيزنا كله هيكون على اللي هو الالكترو فوتوغرافيك اي بي برينتر بروسيس اللي موجوده عندنا. نبدا بيها. دي التكنولوجيا اللي شغال بيها شركه اتش بي اللي هي الكترو فوتوغرافيك اي بي ليزر برينتر اللي موجوده هنا اهوت. ايه هي المكونات الاساسيه بتاعه البرينتر دي؟ الصلاه على النبي كده 10 مكونات. اول حاجه اللي هي الاي بي تونر كارتريج تونر، وعندي حاجه اسمها الفوتو سنسيتيف درام، وعندي حاجه اسمها الريزر لامب، وعندي حاجه اسمها البرايمري كورونا، وعندي حاجه اسمها ترانسفير كورونا، وعندي حاجه اسمها الليزر، وعندي حاجه اسمها فيوزر، وعندي حاجه اسمها البرينتر كنترولر، وعندي حاجه اسمها الاوزون فلتر، وعندي حاجه اسمها بيبر ترانسبورت اسمبلي اللي موجوده عندنا، او اللي هي الوحده المسؤوله عن نقل الورقه من مكان لمكان، سحب الورقه تخش جوه من مكان لمكان اللي موجوده عندي. نبدا مع بعض. طبعا ده الشكل العام اللي انا هشرح من خلاله في النهايه البرينتر دي كلها بتشتغل ازاي اللي موجوده عندنا، ودي من الحاجات السهله جدا. نيجي اول حاجه على الاي بي تونر او الكارتريج تونر اللي موجود عندنا. طبعا علبه الحبر، علبه الحبر اللي احنا بنشتريها في اتش بي، ايه هي مكوناتها اللي موجوده عندنا؟ بدايه علبه الحبر اللي احنا بنشتريها دي هي بيكون فيها التونر. التونر هنا هي عباره عن بودره، تمام؟ اذا في الاول برينتر الامباكت برينترز اللي موجوده عندنا كان عندنا حاجه اسمها انك دريبون، صح؟ بعد كده كنا في الانك جيت وفي البابل جيت استعملنا اللي هو الانك سايل، هنا هنستعمل التونر اللي هو البودره اللي موجوده عندنا. البودره اللي موجوده عندي دي بتتكون من ايه؟ اول حاجه احنا بنسميها جزيئات من البلاك كربون، يعني بتطلع لي ابيض واسود، ممزوجه بالبوليستر، تمام، او بوليستر ملوش غير اسم غير كده اللي هو زي النايلون كده اهوت، تمام. وعندي حاجة تانية كمان اللي هو أكسيد الحديد اللي موجود عندنا. كل واحدة من دول ليها وظيفة، تمام؟ وهاخدوا بالكم. يبقى أنا عندي 3 مكونات للحبر بتاعي، بلاك كربون، وعندي البوليستر، وعندي بعد كده اللي هو إيه؟ أكسيد الحديد اللي موجود عندنا. متخزنين فين في التونر؟ متخزنين في حتة اللي احنا بنسميها الديفلوبر. يبقى الجزء ده هوت كده اللي هو متخزن فيه في التونر، الحبر متخزن في الجزء ده، الجزء ده اللي احنا بنسميه الديفلوبر اللي موجود عندنا. الديفلوبر ده في بكرتين فيه موجودين فيه. الديفلوبر ده اللي احنا بنطلق عليه اللي هي الرولر، بكرتين، تمام، هم بيشتغلوا كصمام عشان ان هم ايه ينزلوا الحبر من عندي من هنا اللي موجود عندنا. يبقى ده الجزء الاولاني من الايه التونر اللي موجود عندي او التونر كارتريج اللي موجود عندنا. جوه التونر كارتريج وانا بتكلم على شركه اتش بي بيكون عندي حاجه اللي احنا بنسميها البرينتر درام اللي موجود هنا، او اللي احنا بنسميه الاي بي درام، تمام، برينتر درام، هتكلم عنه بالتفصيل دلوقتي. وعندي كمان حاجه جوه
اسمها كلينر بليدز، وعندي حاجة هنا التشارجينج كورونا، كلهم موجودين جوه التونر. ناخدهم واحدة واحدة. يبقى هاخد اول حاجة في التونر، قلنا الحبر، قلنا متخزن في حتة اسمها الديفلوبر اللي موجودة عندنا. بيتكون من ايه؟ من كربون وبوليستر واكسيد الحديد. وعندي ديفلوبر رولر، دول كلهم اللي انت بتروح تشتريهم لما تشتري حبر البرينتر بتاعتك اللي هي الاتش بي اللي موجودة عندك. بالاضافة لي اول حاجة موجودة عندي هنا اللي احنا بنسميها الفوتو سنسيتيف درام او البرينتر درام، او اللي احنا بنسميها اسم ان هو الفوتو سنسيتيف درام، او اللي بنطلق عليها اسم اي بي درام، او اللي احنا بنسميها الكتروستاتيك فوتوغرافيك درام. شكله عامل ازاي؟ لو انت فتحت البلاستيكه اللي موجوده في الحبر هيطلع لك بالمنظر ده. دايما لونه كده هو ازرق، او مش ازرق، تركواز كده، او مايل للاخضر اللي موجود عندي. ايه هو فايدته؟ الفوتو سنسيتيف درام اللي موجود عندي بيكون كوتد، مغطى بجزيئات خاصه ليها خاصيه ان هي الحساسيه، او الفوتو سنسيتيف ليها الحساسيه اللي موجوده عندك. ساعه لما انت بتيجي بتكتب حاجه او بتطبع حاجه من البرينتر، الليزر بيكتب على الفوتو سنسيتيف درام، بيرسم الصوره اللي هو عايزه تطبع على الفوتو سنسيتيف درام اللي موجود عندنا. اذا الليزر تمام هو اللي لما انت بتكتب له مثلا، تكتب مثال 10 سطور، ال 10 سطور دول بيتكتبوا فين؟ الليزر بيكتبهم على الفوتو سنسيتيف درام اللي موجوده عندي. يبقى الرسمه او الكتابه بتترسم على الفوتو سنسيتيف درام اللي موجوده عندنا. الفوتو سنسيتيف درام ده موجود فين؟ موجود في التونر اللي موجود عندي بالنسبه للبرنترات اللي هي الاتش بي اللي موجوده عندنا. مفروض طبعا انت تقدر ان هو الفوتو سنسيتيف درام تقدر انت تعمل له كلين مانيوال اللي موجود، ولكن هو اصلا كمان ليه دوره تنظيف هنشوفها مع بعض من خلال الشرح بتاعنا. اي عمليه خدش او نقر او حفر موجوده في الفوتو سنسيتيف درام دهوت هتخلي لك الصوره تطلع لك وحشه. طب لو الفوتو سنسيتيف درام بتاعك ده باظ، ايه اللي هيحصل؟ بالنسبه للاتش بي هتغير علبه الحبر حتى لو فيها حبر، تمام؟ في مصر بيبيعوه لوحده، تمام؟ بس دي حاله شاذه يعني، تمام؟ اما هو الطبيعي او كاي بلس او كامتحان هيقول لك ايه؟ ارمي التونر في الزباله وهات واحد تاني جديد شغله اللي موجود عندك. لذلك هنلاحظ ان في التنظيف بتاعه عندي هنا هو جوه التونر برضو اللي انا بقول لكم عليه حاجه اسمها الكلينر بليد اللي موجوده عندنا. الكلينر بليد هي عباره عن زي شفره كده او حته من المطاط او حته من البلاستيك، لما الفوتو سنسيتيف درام بيلف بتنظف الفوتو سنسيتيف درام اللي موجود عندنا من الايه، من بالنسبه لاحداث شويه من الحبر اللي بيكون متبقي عليه او اللي موجود عليه. طيب يبقى انا كده اتكلمت على التونر، واتكلمت ان هو فيه ديفلوبر اريا، واتكلمت على الديفلوبر رولرز الصمام اللي بينزل لي، او اللي هي بكرات من بكرات بتنزل لي الحبر منه، واتكلمت على الفوتو سنسيتيف درام، واتكلمت على مين؟ على الكلينر بليدز اللي موجوده عندي. يبقى انا كده اتكلمت على ثلاث مكونات. طيب نيجي بعد كده عندي حاجه اللي احنا بنسميها الاريزر لامب. الاريزر لامب دي هي وظيفتها ان هي بتدي بتخلي بتخليني اقوم بعمليه التنظيف للفوتو سنسيتيف درام اللي موجود عندي. ازاي؟ ان هي الريزر لامب بتعمل شاينز لايت، بتديني زي نور او بتشرق نور عليها اللي موجوده عندي لكل السطح بتاعه، وبتخليه نيوترلايزنج، يعني بتخلي السطح بتاعه متعادل، لا هو سالب ولا هو موجب، تمام؟ بتخلي الشحنه اللي عليه ان هي ايه، متعادله اللي موجوده عندنا. فاذا هنا هوت هنلاحظ عندي هنا هوت في الرسمه الاساسيه اللي موجوده، انا عندي هنا هوت التونر والديفولبر، وعندي الدرام اللي موجود عندي، وعندي هنا هوت البليدز اللي هي بتنظف، وفي نفس الوقت الاريزر لامب موجوده برضو عندي جوه التونر.
هي الريزر رامب بتقوم بعملية التنظيف وتخليه متعادل، ولو تبقت عليه حاجات هساعتها ايه اللي هيحصل، هيحصل البليدز اللي موجود عندي بتاعت التنظيف اللي موجود عندي دي هتشيل بقية الحبر اللي موجود عليه وبتحطه في حتة هنا ما بيستعملش يا جماعة مرة تانية. على فكرة الحبر اللي هي بتنظف من عليه ما بيستعملش مرة تانية، بيبقى في مخزن ليه بيتحط هنا بالمنظر ده. طيب عندي حاجة اللي احنا بنسميها البرايمري كورونا، او اللي احنا بنسميها الشارجين كورونا، او هتلاقيهم بسموها بعض الاسئلة في الامتحانات البرايمري كورونا واير اللي موجودة. اهم حاجة برايمري دي بتعمل ايه؟ بتدي شحنة سالبة تمام للدرام. هي عبارة عن واير او ممكن تكون عبارة عن بكرة او رولر اللي موجود عندي تمام، بتدي شحنة سالبة للدرام، ما بتلمسوش بس تديله شحنة سالبة. طيب البرايمري كورونا دي موجودة فين؟ هنشوف الرسمة الاساسية بتاعتها. البرايمري كورونا او اللي احنا بنسميها الشارجين كورونا موجودة برضو جوه عندي هنا في الدرام اللي موجود عندنا. جميل. طيب عندي حاجة اللي احنا بنسميها الترانسفير كورونا، دي بتدي شحنة موجبة لمين؟ للورقة. يبقى البرايمري كورونا بتدي شحنة سالبة للدرام، الترانسفير كورونا بتدي شحنة موجبة للورقة اللي موجودة عندي. مش هتكلم اكتر من كده دلوقتي، سيبكم الحتة دي هنا. يبقى بتدي شحنة موجبة للورقة. عندي نوعين منها، يا اما واير هو اللي بيدي شحنة موجبة للورقة، او اللي هي الرولر، يا اما بكرة يا اما سلك تمام. فطبعا هنا هو معظم البرينترات الحديثة حاليا بتستعمل اللي هو مين، اللي هو الرولر. ليه بتستعمله؟ ليه؟ لان هو طبعا بيكون متلاصق مع الورقة اكتر، وبالتالي بيكون عملية الترانسفير بتاعتي اسرع، الورقة بتقدر تتحرك اسرع، او بقدر اديها شحنة موجبة بصورة اسرع اللي موجودة عندي. فمعظم الناس ان هي ايه بتشتغل، او معظم البرينترز بتشتغل بحاجة احنا بنسميها ترانسفير كورونا رولر. بس والله سواء كانت رولر او سواء كانت واير اللي موجودة عندي، هما الاتنين بيدوني شحنة موجبة للورقة تمام، ولكن انا بفضل استعمل الرولر في البرينترات الحالية. ليه؟ لان هي تديني هاير سبيد اللي موجودة، وفي سبب تاني هنقوله قدام. اوكي؟ طيب الليزر، الليزر اللي موجود عندي هو اللي بيكتب على مين؟ على الدرام، الفوتوسنسيتيف درام اللي موجود عندنا تمام. هيكتب الحتت اللي اتعرض لها الليزر هي دي الكتابة الحقيقية، اما الحتت التانية مش هتبقى ايه اللي ما اتعرضت لهاش الليزر، دي مش الكتابة، دي اللي هي ايه الاماكن الفاضية في الصفحة اللي موجودة عندنا. خلينا بس كده وهنشوف في البروسيس بعد كده هنقول ايه تاني. الفيوزر، مش انت لما تطلع ورق من البرينتر بتلاقيها سخنة؟ ليه؟ تمام؟ ليه الورقة بتطلع سخنة من البرينتر؟ هو ده الفيوزر اللي موجود عندي. الفيوزر اللي موجود عندنا ده هو طبعا هنتكلم عنه دقيقة أو دقيقتين كمان، لمبة من الهالوجين بتسخن بطريقة رهيبة، سخنة جدا تمام. فبيقول لك لو أنت بتشتغل جوه البرينتر تمام، لو سمحت خلي بالك ما تلمسش الفيوزر ده عشان إيه؟ ما تتحرقش إيدك من كتر سخونيته اللي موجودة عندنا. طبعا الاي بلس جميل جدا، يقول لك انت كتكنيشن مالكش دعوه بالبرينتر تمام، ما تصلحش برينتر تمام، لان دي مش وظيفتك، بس انت لازم تفهم فكره البرينتر عشان تعرف بتشتغل ازاي تمام. بس لو انت فتحت البرينتر خلي بالك من الفيوزر عشان ايه ما يحرقش ايدك. نيجي بعد كده البرينتر كنترولر، هي المذر بورد بتاعت هي المذر بورد بتاعت مين؟ الليزر برينتر تمام. وبيكون متثبت فيها كمان مين؟ البرينتر ميموري اللي موجوده الخاصه بيه، الليزر برينتر اللي موجود عندنا. الاوزون فلتر، اللي بيحصل ان الليزر برينتر بيستهلك كهرباء عاليه تمام، واللي هي بتعمل هاي فولت اللي موجود تمام، فبتستعمل كهرباء عاليه اللي موجود عندنا. الهاي فولت اللي موجود ده هو بيعمل كرييشن للاوزون، الاوزون ده ممكن يضر بالمكونات الداخليه بتاعه البرينتر اللي عندنا. فلذلك ان احنا المفروض ان احنا ده بيكون في فلتر ان احنا من خلاله ان احنا نشيله ونعمل له تنظيف من خلال حاجه اللي هو ايه ضغط الهواء اللي موجود عندنا بصفه دوريه.
ولكن معظم البرينترز الحالية الجديدة ما فيهاش الفلتر ده، ولا عمرنا سمعنا عنه ولا عمرنا نضفناه ولا عملنا حاجة. ليه؟ لان هي هنا بتستعمل، ما بتستعملش ترانسفير كورونا واير، هي بتستعمل ترانسفير كورونا مين؟ رولر. يبقى ترانسفير كورونا وايرز اللي موجودة عندي هي اللي كانت ايه، لو انا عندي برينتر بتاعتي فيها ترانسفير كورونا وايرز، هي اللي كانت بتعمل بروديوس لمين؟ للاوزون فلتر اللي موجودة عندنا. اما اللي فيها ترانسفير كورونا رولرز تمام، هي اللي بتخليني ايه ميبقاش عندي اوزون فلتر، والبرينتر ما بتستعملوش اللي موجودة عندي، او اللي هي بتقلل التأثير. طبعا الترانسفير كورونا رولرز هي اللي بتقلل التأثير بتاع الايه الاوزون عندي. اذا هرجع بيكم كده لورا تمام، يبقى الترانسفير كورونا رولر اللي موجودة عندي ادتني سرعة في الماوس، ادتني سرعة اكتر في ان هي بتخلي الورقة تتحرك بسرعة اكتر، وان هي تاخد الشحنة الموجبة اكتر، وفي نفس الوقت اللي موجود عندنا تمام خلتني استغنى عن الاوزون فلتر اللي موجود عندي. طيب البيبر ترانسبيرت اسمبلي اللي موجود عندنا، الورقه بتتحرك ازاي؟ ثرو ذا برينتر، او من خلال البرينتر اللي موجود عندي. هنلاحظ ان الليزر برينتر فيها ستريبر موتور تمام، وبيستعمل مجموعه من الرابرز او المطاط اللي موجود عندي، او الرولرز اللي هي انا قلت لكم زي الدوائر اللي موجوده عندنا دهيت تمام، اللي هي بتبقى موطبه المطاط اللي موجود عندنا تمام، عشان يقدر يسحب الورقه. فاول حاجه عندي اللي هو الفيد رولرز او البيبر بيك اب رولرز اللي موجوده عندنا، دي اللي بتسحب الورق اللي موجود عندي، بتسحب الورق من بره وبتدخله جوه البرينتر اللي موجود عندنا. عندي حاجه اسمها الريجستريشن رولر، الريجستريشن رولر هو ده اللي بيخلي بيحرك الورق جوه البرينتر بحيث ان الصوره تترسم عليها، يعني هو اللي بيرفعها لفوق بيخليها متوازنه اللي موجوده عندنا، بحيث ان هي ايه بتبقى متزامنه مع الكتابه اللي بتتكتب عليها، يعني هو اللي بيحرك الورق جوه البرينتر. الفيوزر رولر، الفيوزر رولر انا بحاول انا ما اشرحوش. الفيوزر رولر هو اللي بيخلي الورقه تطلع سخنه، ماشي، هو اللي بيخلي الورقه تطلع سخنه من البرينتر بتاعتي، وهشوف بتطلع سخنه ليه. فاذا عندي هنا هو زي ما احنا شايفين، اول حاجه الفيد رولر اللي موجودين عندنا تمام، في نفس الوقت الريجستريشن رولر هيخلي الورقه تتحرك جوه، الفيوزر رولر اللي موجود عندي هيخليها تطلع سخنه تمام، وبعد كده الاكزيت رولر هي اللي هتطلع لي ايه الورقه بتاعتي بره. بس فهمنا كده المكونات، هناخدهم بسرعه بسرعه كده مع بعض كده اهوت عشان نشوفهم مع بعض تمام. اول حاجه الاي بي تونر، الاي بي تونر دهوت بيحتوي على مجموعه من المكونات، اول حاجه فيها اللي هي مين؟ الحبر، الحبر بتاعي او اللي احنا بنسميه التونر اللي موجود عندنا. هو بيتكون من ايه؟ بيتكون من كربون اسود تمام، بيتكون من بوليستر، بيتكون من اكسيد الحديد اللي موجود عندنا تمام، ومتخزن فين جوه التونر؟ متخزن في حته احنا بنسميها ايه؟ الديفولبر. الديفولبر ده عليه صمام اللي موجود عندنا اللي بنطلق عليه اسم ديفولبر رولر اللي موجود عندنا. من ضمن المكونات بتاعتنا الحاجه اللي احنا بنسميها البرينتر درام، البرينتر درام ده حساس جدا للشحنات اللي موجوده عندنا الكهربائيه اللي موجوده عندنا، هو ده اللي الليزر بيكتب عليه. عمليه تنظيفه ممكن تتم مانيوال، ولكن هو اصلا بيتنظف عن طريق حاجتين، يا اما عن طريق ان هو بيكون في لمبه جوه بتنظفه، وعن طريق حاجه احنا بنسميها الكلينر بليدز اللي موجوده عندي. والحبر اللي بيتنظف من على الدرام اللي موجود عندنا دهوت ما بيستعملش مره ثانيه. بعد كده عندي حاجه اللي احنا بنسميها التشارج كورونا، التشارج كورونا دي بتديني شحنه سالبه للدرام اللي موجود عندنا. عندي بعد كده عندي حاجه اللي احنا بنسميها البرايمري كورونا، اسف هي اللي بتعمل كده. عندي حاجه اللي احنا بنسميها ترانسفير كورونا، بتدي شحنه موجبه للورقه عندي، وعندي منها نوعين اللي هي الواير والرولر، والرولر احسن عشان هو اسرع وبيخليني استغنى عن الاوزون فلتر. عندي الليزر هو اللي بيكتب على الدرام، عندي الفيوزر هو اللي بيطلع الورقه سخنه اللي موجوده عندي، عندي البرينتر كنترولر هي المذر بورد بتاعه البرينتر واللي بيتركب فيها الريم كمان بتاعه البرينتر. الاوزون فلتر بيستعمل بس لو انت بتستعمل اللي هو الواير كورونا، اما لو انت بتستعمل الواير ترانسفير كورونا، اما انت بتستعمل الرولر مش محتاجه، المفروض ان هو تنضفه بالهواء، ضغط الهواء.
البيبر ترانسبورت اسمبلي الفيد رولر اللي موجود عندي هو اللي بيسحب الورقه لجوه. الريجستريشن رولر هو اللي بيخلي الورقه تتحرر جوه البرينتر. الفيوزر رولر هو اللي بيسخن الورقه اللي موجوده عندنا تمام. والاكزيت رولرز هي اللي بتطلع الورقه على بره. تعالوا بقى نجمع الحاجات دي كلها مع بعض تمام، ونشوف بقى ايه اللي بيحصل في البرينتر وبتشتغل ازاي. مجرد خلصت الجزئيه دهيت، دي اصعب جزئيه في المحاضره واهم جزئيه في المحاضره. الحاجات دي يا جماعه لازم تعرفوها كمكونات وكمراحل بتعدي فيها البرينتر. المرحله الاولانيه اللي موجوده عندي، احنا عندنا 6 مراحل اللي هي الكليننج. مرحله الكليننج ايه اللي بيحصل في الكليننج اللي موجود عندي دهوت؟ بيحصل حاجتين. اول حاجه الفيزيكال كليننج، ان انا عندي رابر بليد اللي هي الجزء اللي هو الرابر تمام، ان هو بيعمل ايه؟ بيلف حواليه الدرام، فبيشيل منه المتبقي من الحبر او التونر اللي موجود على الدرام اللي موجود عندي. وده الحبر اللي هيطلع دهوت ما بيشتغلش ايه، بيفضل موجود جوه، ما ينفعش ان احنا نستعمله لحد ما نغير ايه علبه التونر مره ثانيه. الحاجة التانية في مرحلة الكليننج اللي موجودة عندي تمام، ان هو هيبقى في حاجة اسمها الريزر لامب، عبارة عن لامبة فلورسنت اللي موجودة عندي، هيتم اطلاقها على كل السطح اللي ايه، السطح بتاع الدرام اللي موجود عندنا. النتيجة اللي احنا هنشوفها في الاخر تمام، ان الدرام بتاعي تمام لو عليه اي شحنات هيفقدها تمام، وهيبقى ان هو ايه متعادل الدرام بتاعي اللي موجود عندنا. طيب ايه اللي يحصل تمام لو الدرام ما تنضفش كويس؟ ده يا جماعه اللي احنا بنسميها الجوست ايمج، اللي هو بيبقى تكتب حاجه كده وعليها من ورا كده حاجه كتابه خفيفه خالص كده، هو بيسموها زي الشبح، كانك انت طبعا ورقتين فوق بعض، ورقه باينه كويس وورقه ثانيه ايه شكلها وحش اللي موجوده عندي تمام. طيب ايه المشكله ممكن تكون منين؟ ممكن يكون الدرام بايظ تمام، بقاش فوتو سنسيتيف، بقاش حساس اللي موجود عندي، او ممكن يكون الريزر لمبه ما تقومش بوظيفتها. طب لو درام بايظ هتغير التونر كله، طب لو الريزر لامب يبقى انت ساعتها المفروض تغير الريزر لامب اللي موجود عندك. يبقى في مرحله الكليننج اول حاجه تمت بالمطاط او بالرابر بليد اللي موجود عندي، ثاني حاجه تمت بمين؟ بالريزر لامب اللي موجود عندك. وهنا زي ما احنا شايفين كده اهوت فيوز تونر هوبر اللي موجود عندي، وهنا ايه تمت عمليه التنظيف. الخطوه الثانيه اللي موجوده عندنا هنا الكونديشننج او اللي هو الشارجنج ذا درام، هدي الدرام شحنه سالبه تمام، هدي الدرام شحنه سالبه من خلال اللي احنا سميناها التشارجنج كورونا او اللي احنا سميناها البرايمري كورونا اللي موجوده عندي. هيديله حاجه احنا بنسميها الهاي فولتج تمام، شحنه سالبه. الشحنه السالبه دي بتبقى ماينس 600 في دي سي اللي موجوده عندي للسطح باكمله. بصوا هنا الواير كورونا تشارج اديت هنا اهوت للدرام اللي موجود عندي شحنه سالبه بسالب 600 اللي موجود عندنا. طبعا السالب المفروض تبقى من الناحيه الثانيه. طيب رقم 3 الرايتنج، ايه اللي بيحصل؟ الليزر هيكتب على الدرام الحته اللي ما بيكتبش عليه مباشره، بيكتب عليه من خلال مرايه تمام. يعني بصوا هنا الليزر، رجعتكم ورا قوي، الليزر من خلال مرايه بيكتب على مين؟ على الاي بي درام او فوتو سنسيتيف درام اللي موجود عندي. الحته اللي هيضرب فيها الليزر هتتحول من ناقص 600 الى ناقص 100، يبقى الدرام عليه حتتين، الحته اللي اتعرضت للليزر بقت ناقص 100، وبقيه الحتت كلها اللي ما جالهاش ليزر هتبقى ناقص 600 اللي موجوده عندي. وبكده يبقى الليزر رسم الصوره على مين؟ على الجزيئات الحساسه بتاعت الدرام اللي موجوده عندنا.
هنا ايه اللي هيحصل؟ هنا طبعا بعد كده هوت الكنترولرز اللي موجودة عندي في المذر بورد بتاعتي هتبعت اشارة لمين؟ للبيك اب رولرز. هتبعت بقى تقول يا بيك اب رولرز يلا بقى دخلي الورقة اللي موجودة عندي. يبقى هنا هوت تمت عملية الكتابة واتبعتت اشارة يلا الكتابة خلاص جاهزة كده على الدرام، ابعت لي يا بيك اب رولرز، ابعت لي الورقة دخلها لي جوه البرينتر اللي موجودة عندي. وهنا زي ما احنا شايفينها هنا طبعا الليزر بيضرب في مين؟ في مرايه، ما كانش لازم احنا نطلع قدامه. الحتت اللي كتب فيها الليزر انا ما جبتش كل سيره الحبر خالص، تمام. الحتت اللي كتب فيها الليزر تمام هي اللي اخذت ايه؟ سالب 100، بقيه الحتت كلها سالب 600. بيكتب الليزر من خلال المرايه وطبعا الدرام ايه؟ بيلف جوه. ديفلوبينج الكتابة اتكتبت على الليزر زي ما احنا هنا، بعد ما الصورة اترسمت على الدرام اللي موجود عندي تمام، هيجي هنا مرحلة الديفلوبينج. الديفلوبينج زي ما انا قلت لكم كده هو بالظبط، الديفلوبينج اللي هو المكان اللي انا بحط فيه اللي بيكون متخزن فيه الحبر بتاعي، والحبر بينزل منه ازاي؟ بينزل في صورة بودرة من خلال مين؟ الديفلوبر رولر اللي موجود عندنا. الديفلوبر رولر ده هو هيديني برضو هيخلي الحبر اللي موجود عندنا، انا قلت من جزيئات الحبر ان هو فيه كربون وفيه كمان ايه؟ اكسيد الحديد. اكسيد الحديد اللي موجود ان هو هيدوله، او طبعا هي كلها خلطه واحده يعني، فالخلطه دي هتاخد ماينس 600 فولت اللي موجود عندنا. يبقى انا كده عندي رولر فيها ماينس 600 وماينس 100، اسف الدرام فيه ماينس 600 وماينس 100، والحبر كمان اخذ ماينس 600 اللي موجود عندي. ايه اللي هيحصل؟ الحبر اللي هو اخد ماينس 600 هينجذب للحتت بس اللي فيها ماينس 100. وهنا ناس ممكن تختلف ازاي سالب مع سالب ان هم ينجذبوا مع بعضهم البعض. هو انا عندي حته فيها ماينس 600 اللي هي الدرام نفسه، وعندي الحبر ماينس 600، الاثنين دول هينجذبوا مع بعضهم البعض تمام، ولكن بالنسبه لماينس 100 هو اكتر ايجابيه من ماينس 600. لذلك الخلطه بتاعت الحبر ديت او اسف التونر اللي هو فيه اكسيد الحديد هيخليه ان هو يطلع من الديفلوبر ويتخزن فين؟ الحبر يترسم على مين؟ يترسم على الدرام اللي موجود عندي في الحتت بس اللي فيها ناقص 100 اللي موجوده عندنا. فزي ما احنا شايفين هنا هوت ده الديفلوبر اللي موجود عندي تمام، ان هو هينجذبوا ليهم تمام، وان هو هيروح الحبر يطلع من الديفلوبر اللي موجود عندي ويروح لمين؟ للمناطق اللي تعرضت لمين؟ للكتابه بالليزر على الدرام. الترانسفيرنج يبقى كده الحبر ثابت فين؟ على الدرام. الحبر لازق على الحتت اللي تعرضت الليزر في الدرام. طب الترانسفيرنج يبقى هتتنقل منين؟ من الدرام للبيبر. طب هتتنقل من الدرام للبيبر ازاي؟ هنا هيجي دور الترانسفير كورونا. الترانسفير كورونا اللي موجود عندي هنا اللي احنا قلنا بتدي شحنه موجبه للورقه. فاذا لما تدي شحنه موجبه للورقه تمام، ساعتها التونر اللي موجود على الدرام اللي هو كان اخد ماينس 100 اللي موجود عندي هينجذب لمين؟ للورقه. ليه؟ لان الترانسفير كورونا ادت للورقه، ادت لها شحنه زائد 600 اللي موجوده عندنا، فاذا هتنجذب للورقه. انجذبت للورقه واتحطت فيها فعلا، بس هنا هوت برضو ايه يعني نزلت على الورقه الحبر اللي موجود عندي ده هوت نزل، بس الشحنه ده هوت ايه؟ الحبر ده مسوب بشحنه بسيطه قوي تمام على الورقه، لان هو يعني ما دابش في الورقه اللي موجوده عندي تمام. ده مش كده بس، كمان هنلاحظ عندي حاجه اسمها ستاتيك ايميليتور اللي موجود عندي ده وظيفته ايه؟ مش انت اديت الشحنه موجبه؟ طب والحبر نزل على الورقه خلاص؟ الورقه لسه طالعه، شيل الشحنه اللي انت اديتها لمين؟ للورقه اللي موجوده عندك دي. فهنا اذا عندي هنا اهوت طبعا اللي بيحرك الورقه جوه اللي هو الريجستريشن رولر اللي موجود عندي هيحركها جوه، بعد ما تتحرك وينزل عليها الحبر هتخش على الاستاتيك اليمينيتور اللي موجود عندي ده اهوت هيشيل الشحنه خالص من الورقه. طب يعني انت قلت لي الحبر نزل ونزل ضعيف؟ لا
تمام عشان سالب وموجب، ولسه ما دخلش على مين، على ما طلعش بره تمام، وانتم مدخلوني كمان على الستاتيك اليمينيتور اللي موجود عندي شال الشحنه منها خالص. طيب زي ما احنا شايفينها هنا اهوت تمام، التونر بينجذب ده هنا شحنه موجبه وده شحنه سالبه، فالتونر ايه بينجذب اللي موجود عندي هنا اهوت لمين، للورقه اللي موجوده، والورقه وهي خارجه بعد ما التونر يعني التونر عمال ينزل لها هنا اهوت وهي خارجه ادها ايه ستاتيك ايميليتور اللي موجود عندي ده هو شال منها الشحنه. يجي هنا بقى مرحله الفيوزنج اللي انا عمال اضغط عليها اضغط عليها اضغط عليها. الفيوزنج اللي موجود عندنا الفيوزنج ده هو ايه اللي بيحصل؟ الفيوزنج ده هو بيعرض الورقه بتاعه حضرتك اللي عليها الحبر لدرجه حراره عاليه. طب ليه؟ نرجع بقى نقول تاني، لان مكونات الحبر كان فيها مين؟ البوليستر. لما تتعرض لدرجه حراره عاليه ايه اللي هيحصل؟ البوليستر ده هيسيح، هيقوم ماسك في مين؟ في الورقه اللي موجوده عندك. ده كده رقم واحد. من ضمن الفيوزنج يونت اللي موجوده عندي حاجه اللي هي برضو عباره عن رولرز رابر، تضغط على الحبر عشان يتثبت في الورقه اللي موجود عندنا. يبقى هي نشفته طلعته سخن فلزق في الورقه، وكمان في رولرز كمان بتعمل ايه، بتسخن بتضغط على الورقه بالحبر اللي عليها عشان يثبت الحبر اللي عليها اللي موجود عندي هنا اهوت. درجه حرارته بتوصل ل 329 فهرنهايت يعني 165 وحده حراره، دي ما اعرفش اللي هي ايه بس يعني حاجه سخنه قوي اللي موجوده تمام. وعندي بعد كده البريشر رولر اللي هي بتعمل بريش بتعمل ضغط ايه على البيبر اجينست الفيوزر رولر اللي موجود عندي، بحيث ان هي تعمل ميلتس ان هو يذوب التونر مع الورقه فيلزق عليها. لو بصينا هنا اهوت على هنا اهوت زي ما احنا شايفين عندي هنا زي ما احنا شايفين هنا اهوت البريشر رولر اللي هي الورقه بتعدي من خلالها بتضغط. لو شفنا اللي هو الفيوز ده اهوت او الفيوزنج اللي موجود عندنا هي لمبه من الهالوجين بتكون بالشكل ده، ويا جماعه اللمبه دي بيكون حواليها ورقه بالمنظر ده اهوت عشان ما تخليش الورق عشان ما تخليش الورقه بتاعتك تلزق على او تلف حوالين اللي هي الفيوزر اللي موجود عندي ده اهوت، فبيكون عليها ورقه زي دي. طبعا من الاخطاء الشائعه اللي موجوده عندي ساعه لما تيجي تحشر عندك ورقه تلاقي واحد كده ايه ربنا بيديله القوه في الحته دي يقوم سحب الورقه جامد. لما تسحب الورقه جامد لو عملت اي خدش هنا تمام بعد كده البرنتر بتاعتك لما تيجي تطبع هتلاقيها بتاكل الورق او بتطلع لك الورق مكرمش كده او عامل كانه مراوح كده هو مكرمش بشكل غبي، لان هنا المفروض الحراره تطلع من هنا ما تروحش الورقه على طول، هي ده العازل ما بينها ان هي يوزعها الورقه بالكامل تمام اللي موجوده عندنا. في مصر طبعا احنا ساعه لما كان بيدوس حاجه زي كده كنا بنغير ايه الاثنين دول مع بعض، كان سعرهم غالي رغم ان بيكون عندي الفيوزر اللي موجود عندي ده اللمبه شغاله، بس كنت لازم عشان اشتري ده اشتري معاه اللمبه. في اوروبا والدول المتقدمه اللي موجوده عندنا بيغيروا بقى اليونت بالكامل بقى زي ما احنا شايفينها كده اهوت، يقوموا مغيرينها بالكامل اللي موجود عندنا. يبقى انا كده الحبر الاسود هو ده اللي بيطلع في اللون اللي هو الكربون، ال انا بدات افصل البلستر اللي موجود عندي تمام هو اللي بيعمل ايه، هو اللي بيخلي الحبر يدوب ويلزق على الورقه اللي موجوده عندنا. اكسيد الحديد هو ده اللي موجود عندنا كان بيعمل ايه، هو ده اللي كان بيخلي الحبر ان هو يقدر ياخد شحنه عشان يتنقل من الديفلوبر اريا يتنقل لمين، للدرام اللي موجود عندي. دي كانت النهايه تمام بتاعه الليزر برينتر. الليزر برينتر طبعا بيستعمل دلوقتي اللفظ اللي هو بيج بير مينتس، ما كانتش بتستعمل اللي هي كاركتر بير سكند اللي موجوده عندنا اللي هي بتعدد كام صفحه في الدقيقه الواحده طبعا للسرعه العاليه بتاعتها. طيب ده كان كله على الليزر برينتر اللي احنا او احنا بنسميها الاي بي برينتر الموجوده او اي تي الليزر برينتر التكنولوجيا اللي بيستعملها اتش بي. في تكنولوجيا تانيه بستعملها حاجه احنا بنسميها الليد بيج برينتر تونر كارتريج اللي موجوده عندي. يبقى هنا هنستعمل بدل الليزر هنستعمل حاجه اسمها ال اي دي، هما الاثنين زي بعض بالظبط. انا يا جماعه شفت الموضوع ده هو يمكن من اكتر من كتير او يمكن من 13 14 سنه، كان في البرينتر البرازر، يعني البرازر هي اللي استعملت الموضوع ده. طب ايه الفرق؟ هما الاثنين زي بعض، ايه الفرق؟ الفرق قال لك اول حاجه انت الدرام كان دايما بيجي مع التونر، يعني انت لما تغير تونر تغير درام، بس الدرام بيكون لسه عايش ولسه فيه صحه انت بترميه فده يعتبر تبذير. طب ايه رايك ان انا في تصميم البرينتر بتاعتي هخلي الاثنين مفصولين،
فكنت بروح في البرازر اشتري الحبر بتاعها تمام ارخص من الحبر بتاع الاتش بي. بس كل 3 مرات اغير حبر لازم اغير مانيوال درام، والدرام ده كان سعره بيوجع قوي ساعتها، يمكن عالي قوي يعني مش متذكر الرقم بالظبط بس كان عالي. فكان انا كل مره اغير حبر، بس كل 3 مرات اغير ايه درام معايا. يعني اول مره اقول له هات حبر اركبه اخلصه، هات حبر اركبه اخلصه، هات حبر اركبه. المره بقى الثالثه اقول له ايه لا يلا خد بقى درام، ايه لازم نغير الدرام. طبعا انتوا كلكم زهقتوا من الاوتوماتيك ابديتس اللي موجوده دهيت. طيب يبقى دي اول حاجه اللي موجوده عندي. الحاجه الثانيه في البرينترز دهيت ان هي ما بتستعملش الليزر، بتستعمل اللي هو اللي احنا بنسميها الليد اللي احنا قلنا اللي هي بتنور لنا في الشاشات ال سي دي قبل كده اللي اتكلمنا عنها تمام. فاذا هي بتستعمل ليد انستد اوف ليزر. ايه الميزه اللي موجوده؟ اول حاجه ان هو التكلفه تمام، تكلفة التصنيع اللي موجودة عندي تمام. الحاجة التانية ان هو الليد اللي موجود عندي بيخلي لي بقدر اتحكم ان البرينتر يكون حجمها اصغر غير الليزر، ان هو لازم يكون ليها حجم معين اللي موجود عندي تمام. ونفس الحكاية ان انا بالنسبة للصيانة ال LED اللي موجودة عندي تمام، او لايت ايميتنج دايودز اللي موجودة ما بتسمش خطر على عين الليزر ده. طبعا لو حد فتحه واشتغل فيه ومش فاهم ممكن يأذي عينه من خلال الليزر ده اللي موجود. فاذا دي كويسه تمام، يعني خلتها لي ارخص وخلتها لي اصغر وخلتها لي اسمه دهوت صيانتها كمان مش مضره تمام اللي موجوده عندنا. ولكن ليه ما بتستعملش تمام؟ اول حاجه الريزولوشن بتاعها قليل، يعني ما عليتش عن اللي هي 800 دي بي اي، فالريزولوشن بتاعها مش قادرين ان هم يعلوه اكتر من كده تمام. الحاجه الثانيه اللي موجوده عندي ان هي ايه ما بتقدرش ان هي تعمل ستاتيك شارج اللي موجوده عندي، سلايد ستاتيك شارج اللي هي في التنظيف بتاع الدرام اللي موجود عندي، هي فاشله في النقطه دهيت ان هي ايه ما بتقدرش ان هي تشيل التونر من عليه او تنظف من التونر من عليه بكفاءه اللي موجوده عندنا. كان من الحاجات اللي انا اشتريتها البرازر دهيت اللي كان عميل، فكان التعليمات اللي خدتها للبرازر قال لك تغير لها الدرام ده كل 3 مرات تغيير حبر. الحاجه الثانيه ان انت في من يعني هو كان بيديني نصايح، لو عايز تخلي الحبر يعيش اكتر ادي اوردرز كبيره، يعني انت مثلا عايز تطبع النهارده 100 ورقه تطبع دلوقتي ورقه وبعد كده تدي ورقه ثانيه وبعد كده تدي ورقه ثالثه تمام. لا انت جمعهم كلهم كده اهوت تمام، وفي قاعده واحده اديهم ايه ادي جوبس ورا بعض، يعني ما تخليش البرينتر تريح، خليها شغاله ورا بعضها على طول عشان ان هي تقدر ايه تغير تقدر ان هي توفر لك في استهلاك الحبر. وبصراحه كان قال لي السبب ساعتها بس انا مش فاكره. طيب دايما بيقول لك لو سمحت لما تيجي تنقل البرينتر اللي موجود عندك ما تنقلهاش بالكارتريج انستولد جواها، يعني شيل علبه الحبر اللي موجوده جواها حطها بره وانقل الاثنين منفصلين ما تحطهمش هما الاثنين ايه في الاثنين مع بعض. ده مش بس كده، حتى في بيقول لك في الليد برينتر تمام، انت لما بتشيل الكارتريج دهوت وتحطه بره التونر كارتريج اللي موجود عندي بيكون فيه، احنا متعودين في الاتش بي بيكون فيه الدرام وبيكون فيه كمان اللي هو الحبر، اما هناك بقى في الليد برينتر لا انت تفصل الاثنين برده تطلعهم بره، وعشان تفصلهم لازم طبعا تشيك على المانيوال، يعني في النقل ايه تطلع الحاجات دي بره قبل ما تنقله البرينتر اللي موجود عندك. نيجي عند اخر حاجه في هذه المحاضره، الاذر تايب اوف برينترز، الانواع الاخرى من البرينترز. فاصل ونواصل وارجوكم ما تغيروش المحطه، ناخد بريك دلوقتي اعمل بوز الفيديو عشان مش كله يدخل في بعضه. قعدنا مره ثانيه معاكم، عندنا اذر تايبس اوف برينترز تمام، عندنا 3 انواع من البرينترز اللي موجوده عندنا. الثلاث انواع اللي هنتكلم عليها حاجه اللي احنا بنسميها السوليد انك، والحاجه الثانيه اللي احنا بنسميها الثيرمال، والتاني حاجه اللي احنا بنسميها الداي سبليميشن. هما دول الثلاث انواع اللي هنتكلم عنهم بالتفصيل. ولكن رأي حاجه ان كل البرينترز سواء الانواع المختلفه الثلاثه اللي احنا هنتكلم عليهم كلهم عندهم يعني نفس البرينتر العاديه تمام، نفسها من ناحيه ايه ان هم كلهم عندهم ميكانيكيه معينه في سحب الورق اللي موجوده عندي، وكلهم عندهم حاجات بتستهلك الاحبار بتاعتهم اللي موجوده عندي، وكلهم بيستعملوا نفس الانترفيس، يعني زي اليو اس بي زي ال
البارل السيريال حسب نوع البرينتر اللي موجود عندك في طريقه توصيلها بالكمبيوتر بتاعك، وكلهم تقريبا نفس الحجم اللي موجود عندي. هنبدا باول حاجه عندي اللي هي السوليد انك اللي موجوده عندنا. السوليد انك بتشتغل زيها زي البابل جيت برينتر بالظبط، ولكن الاختلاف الوحيد اللي موجود عندنا ان السوليد انك برينتر زي ما احنا قلنا السوليد انك، سوليد اللي هو ناشف وانك اللي هو حبر، يعني حبر ناشف. الحبر الناشف اللي موجود عندي ده هو بيكون بيتكون من ايه؟ واكسي سوليد انك، يعني شمع، شمع زي الشمع كده. الحبر بتاعها عامل زي الشمع، مش ليكويد يعني مش سائل، بيكون زي الشمع اللي موجود عندنا. الميزه ان هو نستعمل شمع ان هو هيفضل فريش مش هينشف اللي موجود عندنا زي الحبر السائل اللي موجود عندنا. الحاجه الثانيه ان هي البرينترز دهيت، انا قلت لكم ساعه لما اديتكم المثال في الانك جيت برينتر ان هي بتكتب نص السطر وبعد كده تكمل نص السطر اللي بعديه. لا، في السوليد انك برينتر اللي موجود عندي ان هي بتستعمل ايه؟ بتكتب السطر بالكامل، يعني مش هتسيب السطر غير لما تخلصه. فاكرين يا جماعه يعني الانك جيت برينتر هتكتب النص اللي فوق ده بعد كده تكتب النص التاني اللي تحتيه، تمام؟ في كل واحده في خطوه مختلفه. اما لا، دي هتكتب لي ايه؟ السطر باكمله في مره واحده اللي موجوده عندنا. طبعا السوليد انك برينتر المفروض ان هي احسن للجرافيك كومبانيز اللي موجوده عندنا، ان هي تستعمل بقى ايه؟ الحبر اللي هو ايه؟ اللي عامل زي الشمع اللي موجود، تمام؟ وفي نفس الوقت طبعا تكلفتها يعني حلوه للشركات، وفي نفس الوقت تكلفتها اقل من تكلفه الليزر كولر برينتر. عندي حاجه ثانيه، الثيرمال. الثيرمال اللي هو حراري اللي موجود عندنا. الثيرمال هنا هو عندي منه نوعين، عندي حاجه اللي احنا بنسميها الهيت سنسيتيف بيبر، وعندي حاجه هنا يوزنج هيت سنسيتيف ريبون اللي موجود عندنا. ايه حكايه الهيت سنسيتيف بيبر ده يا جماعه؟ اللي هو كان موجود في الفاكسات القديمه، اللي هو كان بيستعمل في الفاكسات القديمه. فاكر الفاكس بتاع زمان كنا بنروح نشتري له كده رول ورق خاص للفاكس اللي موجود عندي، تمام؟ ما كانش يطبع الفاكس على الورقه العاديه، كنا بنشتري ورقه كده بكره، تمام؟ من الورق الخاص للفاكس بتاعنا. ايه الهدف من الورقه دهيت، او اشمعنى الورق ده ما يطبعش على الورقه العاديه؟ ان الورقه اللي موجوده عندي دهيت، تمام، كانت بتبقى مغطاه بالشمع اللي موجود عندنا. طب ساعة لما انت تحب تكتب ايه اللي يحصل؟ الهيد نفسه بيسخن نقط معينة موجودة في الهيد، تمام؟ النقط اللي بتسخن دي ساعة لما تروح تتعرض ليها الورقة دي فبتسخن نفس النقط دي على الورقة. النقط اللي سخنت على الورقة دي هي، تمام، هتبقى لونها هتدي الشمع اللي فيها هيسيح فهيطلع زي حبر او كتابة موجودة فيها. طبعا فساعتها ايه اللي بيحصل؟ كنت لازم الحبر دهوت ان احنا ايه؟ لازم نجيب له ورق معين ان احنا نعمل فيه الكلام دهوت. فاذا هي ببساطه الورق فيه شمع، تمام، انت هتسخن نقط معينه في الهيد. يعني انا عندي هيد هنا اهوت وعايز مثلا اكتب مثلا فيه حرف مثلا ال، يبقى انا في الهيد بتاعي هسخن النقط معينه هنا اهوت، السخونه دي هعرضها للورقه، فتمام، فالحبر او الشمع اللي موجود عندي هنا هوت ايه؟ هيسخن نفس الحكايه ويظهر بلون كتابه مختلف موجود على الورقه اللي موجود عندنا. لما جم طوروا الثيرمال برينتر دهوت، قال لك طب انا يعني ده ورق لازم، تمام، ان هو الورق يكون كله مغطى بالشمع، طب ايه رايك ان انا اجيب ريبون؟ والريبون دهوت هو اللي عرضه للحراره اللي موجوده عندي هنا اهوت. وساعه لما يتعرض الريبون ده للحراره، الشمع اللي موجود فيه، تمام، او اللي هو هيدوب فين؟ هيتحول من الورقه، يتحول من الريبون للورقه اللي موجوده عندي. فدي اللي احنا بنسميها ثيرمال ترانسفير اور ثيرمال واكس ترانسفير برينترز. يبقى اذا هنا هو عمل ايه؟ الريبون نفسه مش الورقه نفسها، الريبون نفسه هو اللي هيكون موجود فيه الشمع اللي موجود عندي ده هو، ويتحول للورقه يتحول للورقه مجرد ما البرنت هيد يسخنه، فالحبر اللي بيبقى موجود في الريبون يروح للورقه اللي موجوده عندنا. يعني نفس فكره بالظبط الدوت ماتريكس، بس الدوت ماتريكس كان بيستعمل بنز ضغط، اما هنا هيستعمل حراره، نقط حراريه عشان ايه؟ يتنقل ليها.
المزايا اللي موجودة عندي بيقولك ان هي دي اصلا بتعيش عمر طويل لانها ما فيهاش اجزاء ميكانيكية كتيرة موجودة عندنا، ولكن المساوئ بتاعتها ان الورق ده الورق بتاعها غالي، الورق اللي هو كله مطلي بالشمع اللي موجود عندنا او مكون مكونات الشمع اللي موجود عندي. تاني حاجة الورق ده ما بيعيش كتير لان هو اصلا كده كده شمع ومتسبب بالمنظر ده، لو سبت الورق ده هي في جو حر او جوه عربية او مثلا كده تمام ممكن تلاقي الورقة باظت او الكتابة اللي فيها ايه تدخلت مع بعضها البعض. تاني حاجة ان الكلام ده حلو قوي بالنسبة لكتابة او ارسال واستقبال فاكسات، ولكن لو في صور او كده يبقى الصورة بتاعته ايه الجودة بتاعتها مش كويس. نيجي بعد كده عند النوع الثالث والاخير الا وهو الداي سبليميشن اللي موجود عندي. الداي سبليميشن هنا بيستعمل شيت اوف سوليد انك، يبقى هنا بيستعمل ورق تمام من السوليد انك اللي موجود عندنا. ايه اللي بيحصل او بيشتغل ازاي او بيتميز بايه؟ ان السوليد انك اللي موجود عندي ده هو بيعرضه ساعة لما يعرضه للحرارة يتحول من سائل الى غاز. الغاز ده بعد كده يعرضه للورقة فيتحول من غاز الى سوليد ويمسك انا غلطت اسف. This printer uses sheet solid link. هو بيتحول من مادة صلبة الى غاز، يبقى لما بيتعرض للهيد بتاعه بيحوله من مادة صلبة الى غاز. الغاز ده هيروح الى الورقة اللي انا هكتب عليها يتحول من غاز الى مادة صلبة مرة تانية. هي دي فكرة الداي سبليميشن اللي موجودة عندنا. فهنلاحظ هنا ان هو بدل اربعة تونر هنا بيكون عندي اربعة شيت موجودين عندنا تمام. الاربعة شيتس الموجودين عندي دول كل واحدة بايه بالالوان المختلفة اللي احنا اتكلمنا عليهم اللي هو الساين والميجنتا واليرو والبلاك اللي موجودين عندنا تمام. هنا برضو ما بيقدرش ان هو يعمل عملية المزج ايه في نفس الوقت، فلذلك ان هو ايه لما يحب اخلص الاحمر كله اللي في الورقة اللي موجود عندي او في السطر اللي موجود عندي بعد كده همرره على الاصفر لو هو عايز ياخد الوان مختلفة او عايز اعمل الدمج اللي موجود عندنا. فاذا هو هنا ايه ما بيقدرش يعمل الخليط كله في مرة واحدة، ان هو كل مرة بيعرض لايه حسب اللون اللي عايز يتكتب بيكتب باللون بالكامل يخلص الاحمر بتاعه وبعد كده يخش على الالوان المختلفة اللي موجودة عندي لحد ما يطلع لي الصورة النهائية. طبعا ده اللي هو بيقول لك ايه ميك فور فيز ان هو بيعملها على اربع مراحل مختلفه كل مرحله للون معين موجود عندنا. بيتميز ان الصوره بتاعته هاي كواليتي وهي احنا بنسميها فوتو كواليتي، يعني احلى صوره مش بس مجرد صوره متلونه، لا دي صوره جودتها عاليه جدا جدا تمام. بتاخد وقت في عمليه انشاء الصوره نظرا لجودتها العاليه ونظرا ان الصوره بتمر باربع مراحل لحد ما تطلع زي ما احنا شرحناها قبل كده. طبعا تكلفته غاليه بيستعمل في الشركات الكبيره او كده هوت يعني غير عملي بالنسبه لاستعماله في البيت مع برامج الطباعه العاديه اللي موجوده عندنا. يبقى هنقول الكلام ده هوت مره ثانيه الثلاث انواع اللي موجودين عندنا. بنتكلم على other type of printers اللي هي printers اللي مش موجوده بصفه مستمره موجوده عندي تمام، اللي هي solid ink والثيرمال والداي سبليميشن printers اللي موجوده عندنا. كلهم بيتشابهوا في ميكانيكيه سحبهم للورق ان هم عندهم حاجات لازم تتبدل كل فتره معينه من الاخبار بتاعتهم او التونرز او المستعمله، ان هم كلهم بيتوصلوا بكمبيوتر بنفس طريقه التوصيل يو اس بي او بارل او كذا، وكلهم حجمهم واحد الحجم الفيزيكال بتاعهم واحد الموجود عندي. السوليد انك ان هو هيستعمل شمع بدل ما يستعمل سائل اللي موجود عندي، السوليد واكس اللي موجود عندي يبقى هيستعمله. ده هيعمل ده عمل لي ايه تمام؟ قال لي ان هو مش هيخلي مش معنى كده الحبر ان هو هيفضل فريش ومش هينشف، لان هو اصلا في صوره شمع موجود عندنا مش هيتاثر بالعوامل الايه عدم الاستعمال او العوامل الجويه اللي موجوده عندنا. الحاجه الثانيه تميزت ان هي ايه سريعه اللي موجوده عندي. بعد كده الثيرمال، الثيرمال بتستعمل الحراره في الطباعه. استعملت الحراره في الطباعه ازاي؟ يا اما احرق جزء من الورقه تمام او اعرض الورقه اللي هي اصلا مغطاه بطبقه شمع اعرضها للحراره في الحتت اللي هي هتتعرض للحراره هيتغير لونها على الورقه اللي موجوده عندنا، دايما كان بيبقى اللون الاسود كانك بتحرق جزء الشمع اللي موجود في الورقه اللي موجوده عندك ده هي بتخليه باللون الاسود. او اللي هي التكنولوجي الثانيه اللي كانت مستعمله بدل ما احرق الورقه لا ده انا اجيب ريبون احرقه تمام او بلاش بقى حاجه كده احرقه اعرضه للحراره فالواكس او الشمع اللي موجود فيه يتحول الى مين؟ الى الورقه اللي موجوده عندي.
وشفنا مميزاتها طبعا ان هي بتعيش كتير، بس عيبها ان هي غالية، الورق بتاعها غالي، ان هي الورق نفسها ما بتعيش كتير، وحشة في الصور. الداي سبليميشن اللي موجودة عندي ببساطة بتتحول، بيستعمل شيتس يعني اللي بيستعمل حبر سائل ولا حاجة، ورق موجود عندنا اوف سوليد انك من الانك الناشف او اللي هو الصلب اللي موجود عندي، ساعة لما تعرضه للحرارة يتحول لجاز، الجاز ده نحطه على الورقة يتحول من جاز الى ايه، الى حرارة. مميز جدا ليه؟ ان هو الفوتو كواليتي بتاعته ايمج، الصور بتاعته جميلة جدا تمام. بياخد وقت كبير في تطليع الصور نظرا لكفاءتها العالية، ونظر ان هو عشان يعمل صورة فيها الوان مختلفة بتمر باربع مراحل، يخلص الاحمر كله، يخلص الاخضر كله، يخلص مثلا الازرق كله، وبعد كده هو يبدأ يشتغل. يعني كل مرة ان هو بيمر بالمراحل على حسب الالوان اللي موجودة فيه. مشكلته ان هو غالي، وان هو مش كفء في استعماله البيت. في النهاية ارجو ان انا اكون قد وفقت في هذه المحاضرة الطويلة، وان شاء الله نشوفكم على خير في الجزء الثاني من المحاضرة. هنتكلم عن الانترفيس الموديول ده، الجزء الثاني من الموديول هنتكلم عن الانترفيس، هنوصل البرينتر ازاي اللي موجودة عندنا، هنتكلم عن البرينتر لانجويج، وهنتكلم على مجموعة الحاجات النهائية اللي ننهي بيها تقريبا الاطار النظري بتاع كورس الاي بلس، الاطار النظري. يعني كده هنبدا بعد كده بقى نشتغل في حاجتين هنكون مركزين عليهم، اللي هم ازاي نعمل صيانه، ازاي نكتشف مشاكل، ازاي نتعامل مع العملاء، ازاي نتعامل مع السوفت وير اللي موجود عندنا. بس متهيالي مفيش بعد كده تاني فكره عمل حاجه معينه. نهاية نقول لكم يلا، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني ورزقني علما ينفعني. يا جماعه دعواتكم لو سمحتوا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اشوفكم على خير، مع السلامه.